تعبدون
يظنون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، نجدد الترحاب بإخواننا الأساتذة الفضلاء والزملاء الطلبة بهذه الجلسة الثالثة من هذه الدورة التكوينية، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفعون بها مع هذا الشيخ الفاضل العلامة سيدي مولود السريري، الذي يسر الله سبحانه وتعالى أن انتقل إلينا وكان أولى أن ننتقل نحن إليه، فالعلم يؤتى إليه ولا يأتي. والله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه الجلسات التي نغبط عليها فلا يستشعر قيمتها ولا يستشعر أهميتها إلا من حرمها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا وفي سائر مشايخنا وفي أعمارهم، كي نستفيد منهم وننهل من علمهم. ولا أطيل الكلام لأعطي الكلمة لشيخنا وأستاذنا، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على سبيله. بعد، أن تحصيل هذا العلم طلبه يكون على مسار محدد، وذكرنا
في هذا السبيل ما يوضح طرفا منه. قلنا بأن هذا العلم فيه طرفان: الطرف الأول هو حصر الأدلة، قد ذكرنا ما يكفي في هذا الأمر. الطرف الثالث هو طرف أخذ أحكام من كل أصل بعدما يتقرر ثبوته، وهذا كله تقدم ذكره ولا حاجة إلى اجتراره. ثم الطرف الثاني قلنا بأنه أن ننظر في كل دليل شرعي على حدة، ثم نأخذ منه على طريقة منتظمة منهجية هذا الذي يحتاج إليه في هذا العلم. قلنا بأن أول ما يبدأ به في هذا الباب هو كتاب الله. ذكرنا أن الألفاظ التي يتعلق بها نظر الأصولي في كتاب الله أربعة، وكنا ذكرناها، قلنا بأنها هي اللفظ الطلبي واللفظ الدال على المحكوم عليه والدل على المحكوم به والدل على الحقائق التي قد تعد لغويتان وما شبه ذلك. وحددنا بأن للطلب لفظين، الطلب لفظين هما ما يدل على طلب الفعل صيغة الأمر وما يدل على النهي. الطريقة المتبعة في هذا الباب ذكرنا بأنك تدرس، تضع أولا هذا اللفظ ثم تدرسه بالطريقة التي سبق أن أشرنا إليها حتى تنتهي من جميع العوارض التي تعرض له. قد ذكرنا بأنها عارض الحكم معنى، وعارض التكرار، وعارض الفورية، وعارض الوجوب الذي فيه التخيير إلى آخره. هذه العوارض كلها مضمنة في هذا الكتاب، ويمكن أن يرجع إليها كما في غيره من كتب الأصول، ويمكن أن يرجع إليها على طريقة الترتيب الذي يكون فيه الطالب قد حدد مراده وغايته، ولا يخرج من مرحلة إلا بعد أن يطمئن إلى أنه قد حصل فيها على ما يحتاج إليه. هذا هو السبب. وأما قضية الأمر هل يعرض له المفهوم، فهذا الأصل فيه أنه لا يعرض المفهوم للأمر إلا إذا ركب، يعني لا عارض المفهوم لا يقال في الأمر إلا إذا كان مركبا. فإذا ركب على ما يقتضي هذا فإنه يصار إليه، وإن كان لم يركب وبقي على ما هو عليه فإنه لا يقول بأن للأمر مفهوما إلا من يقول بمفهوم اللقب، لأن الأصل في الجملة، في الجملة الأمرية أو الجملة التي فيها الطلب، أنها تنزل منزلة اللفظ المطلق على ما هو معروف ومقرر عند الأصوليين، ومن قبلهم قرر ذلك النحويون. فإذا قال قائل صلي فإن هذا أمر بإدخال الصلاة إلى الوجود، أي أدخل صلاة إلى الوجود، فهذا الذي خرج لنا من هذا التركيب هو اللفظ المطلق. وأنتم تعلمون أن الجملة عند الأصوليين وعند المناطق هي اللفظ المفرد، اللفظ المطلق، ولذلك تعرب هذه الجملة بعد المعرفة بأنها حال، وتعرب بعد الناكرة بأنها نعت. ومن هنا لا يكون
لللفظ هكذا لأفض الأمر هكذا لا يكون له مفهوم إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. والمسألة كما تعلمون الجمهور على خلاف إثبات هذا الحكم فيه. إذن فلو أن أردنا أن ندرس عارض المفهوم فإننا ننتظر أن يعلق الأمر بشيء يجعله مفيدا لهذا، كأن يقول مثلا صلي يوم السبت أو صلي في المسجد، ففي هذه الحالة التي يكون فيها هذا المعلق واردا يصير لهذا الحكم أيضا حينئذ مفهوما، وأنه يقول صلي في المسجد مفهومه أنه لا يصح هذا في غيره، والمسألة معروفة ومفهومة. إذا أنهيت الكلام على النهي على الأمر واستوعبت مسائله وأدركت حقائقه تنتقل حينئذ إلى التمثيل، إلى التمثيل في الجزئيات التي تحتاج إليها في كل هذه المسائل التي ذكرناها. ولك طريقتان في هذا الباب، إما أن تكتب لك كتابا تسميه تعليقات، وهذا أفضل، واحد الكتاب تسميه التعليقة، وهذه التعليقة هي كتاب يخصك تجمع فيه ما أدركته في هذه المرحلة ما وصلت إليه، سواء في مرحلة تحديد الأدلة، أنت الآن تشتغل بتحديد الأدلة، تقرأ الكتب وتراجع، و ما حصلته من هذه المادة تكتبه في باب حصر الأدلة وتذكر ما ظهر لك وما بدا لك من الاستنتاجات في أول الأمر وتخمر الفكرة، كما يقول الجويني رحمه الله، تخمر الفكرة تخمرها زمانا، مثلا الدرس مذهب من يقول بهذا ومذهب من يقول بهذا، وتدرس الأدلة وتجمع الأدلة ثم تنظر في النتائج وتستخرج النتائج ذلك الاستنتاج الأولي تدعه في هذه التعليقة، ومرة مرة ترجع إلى هذا الأمر بما تجده في كتب أخرى مما قد يسره الله لك فتزيده في هذا وتخمر هذا الأمر، يعني تخمر لا تستعجل بالحكم حتى يظهر لك هذا الدليل الذي ذهبت إلى أنه ليس بدليل شرعي أو أنه ليس أنه دليل شرعي. في هذه الحالة المرء يمضي على ذهابه الفقهي الذي هو عليه، ولكن ما زال الرجل يبني عقله ويبني فهمه ويبني ثروته العلمية في هذا في هذه المرحلة. وإذا انتهى من هذه المرحلة وكتب فيها ما قدر الله أن يكتب وأوجد فيها المادة العلمية التي وجدها في هذا الكتاب اللي احنا التعليقة ماشي احنا اللي نبدعوها، راه كل علماء الدين الذين يدرسون العلم تكون عندهم كتاب اسمه تعليقة، ومعنى التعليقة الكتاب الذي يتضمن كل ما علق بالذهن وكل ما أدرك بالفهم وكل ما استخرج من الكتب وكل ما توصل إليه بالمناقشة وكل ما وقعت فيه المذاكرة، ويجمع تلك المادة ليكون هذا الرجل قد جمع من الثروة العلمية حينئذ ما يمكن أن يكون له زادا في الوصول إلى التفقه المطلوب في الدين الذي هو شرط في عبادة الله. بعد هذا يكتب نفس الأمر في هذه المسائل التي ذكرناها فيما يتعلق بالأمر، وإذا أنهى منها بحثه وجمع هذه التعليقة لا بأس أن يعرضها على من يسدده، أقول له لقد تحركت في هذه المسألة على ما ينبغي، وهذا الذي فعلته هو ما يجب أن يفعل، نعم، وهذه بداية خير إن شاء الله. أن هذا العلم عندنا جوج طرق، إما أن نتصرف فيه على هذه الطريقة لنكتسب منه الملكة
وإما أننا سنحفظ المسائل ونصدرها. إذا كنا سنحفظ المسائل ونصدرها ونلقنها فهذه مسألة سهلة، وكل الكتب التي تدرس من غير كتب المتقدمين على هذا السبيل، وهذه ثمرتها، كتب ديال أبو زهرة، كتب أبي زهرة، كتب خلاف، كتب، هذه ليست كتب تربي الملكة، هذه كتب فيها معلومات أصولية، وبعضها قد بني على اختيار ذلك الشخص، وهذه الطريقة هي طريقة غير صالحة. إذن الطريقة الصالحة هي أن تكتب مسألتك أنت، وتجمع المادة العلمية فيها أنت، وتنظر فيها أنت، وتعمل نظرك فيها أنت، لأن هنا نربي قوة ذهنية في هذا العلم، كما أنه يجمع المادة العلمية يربي طريقته في التفكير. وفي ذات الوقت الذي أنت تجمع فيه هذه المادة أيضا تحصل على المناهج، مناهج المناقشة. المناهج المناقشة تكون أيضا مكتوبة عندك، وتحاول ما أمكن أن ترصدها، ترصد هذه المناهج، أن ترصد كيف ناقش فلانا في هذه المسألة، ومن أي جهة ناقشوه. غيكون ناقشوه إما من جهة أنه ترك ما يجب عليه أن يلاحظه، وهنا غادي تنبه لهذه المسألة مرة أخرى، إذا كنت تخوض في مسألة من هذا النصف فأنت تستحي. وقد ترى بأنهم يعتمدون في النقد على ما يسمى عند المناطق بمواد، بالمواد، مواد القضايا، مواد القضايا هي التي تستعمل كثيرا على كل حال في النقاش، هي الإمكان والوجوب والاستحالة، وكيف يناقشون بها وما أصبح ذلك. إذن هذه الحالة هذه يكون الإنسان يعيش بنفسه مع هذه المادة فيما يكتبه وفيما يجمعه، وهو يلاحظ أنه الآن ماض على سبيل منتظم. ذكرنا هذه المسائل في الأمر، والآن نذكر مسائل النهي. عندما نريد أن نعرف على الدوام نجد أمامنا طريقين، أيمن إذا كنا نريد أن نعرف نجد في كتب الأصول نجد أمامنا طريقين للتعريف، إما طريقة القائلين بالكلام النفسي، وإما طريقة من لا يقول بالكلام النفسي. الذين يعرفون بالكلام النفسي لأنهم يرونه بأنه هو الكلام الحقيقي، فإنهم يعرفون بالعوارض التي تعرض للنفس، عوارض خاصة بهذا النوع من الكلام، وهذه هي طريقة الأشاعرة كلهم، أنهم لا يعرفون الحكم أو الموضوع إلا بالكلام النفسي، والكلام النفسي الذي يعرفون به هو يدل على العارض. مثلا تجد في كتب كمثل جمع الجوامع وكمثل كتاب الأميدي وغيرهم أنهم يعرفون الأمر بقولهم اقتضاء، تقول الأمر اقتضاء، لأن صفة الاقتضاء هو وصف للنفس. هذه طريقة الأشاعرة في تعريف الألفاظ كلها، يعرفونها بحسب ما تكون عليه داخل النفس، بناء على أن الكلام الحقيقي عندهم هو القائم بالنفس، وأما الذي يلفظ به بالنسبة إليهم فليس إلا وسيلة من وسائل التبليغ، أي القناة التي توصل الكلام الذي يقوم بالنفس. وعلى هذا فأنت إذا أردت أن تعرف إما أن تمضي على مذهب الأشاعرة فتعرف بهذه العوارض التي تعرض في النفس،
وإما أن تعرف بطريقة من لا يقول بهذا وتعرف بقولك هو قول، هو قول أو هو لفظ. هذا الخلاف تجده بين الكتب الأصولية، تجد هذا يعرف بقوله اقتضى أو بقوله طلب، لأنه يقول بكلام النفس، وكلام النفس صورته في داخله هي هذه، الكلام المتعلق بالموضوع. وتجد الآخر يقول قول لفظ هكذا. السبب هو أنهم استصحبوا ما كان قد عرفوا به الكلام في علم الكلام وحملوه إلى علم الأصول. وهذا أمر معروف أن كل الذين لديهم مباحث معينة تتعلق بالكلام وتتعلق ببعض صفات الأحكام أنهم استصحبوها من علم الكلام إلى علم الأصول، ويقع الخلاف بين الطوائف بسبب ذلك كما في هذه اللفظة. لا على الإنسان أن يجادل، أنت لا تستطيع هنا أن تقول بأن هذا أخطأ ولا بأن هذا أصاب. الذي ينبغي لطالب العلم أن لا يشتغل بالتقويم، ولكن يجب عليه أن يشتغل بالتحصيل، لأن هذا التقويم في أول الأمر يؤدي إلى أن يكون الإنسان غير محيط بهذا الأمر من جميع الجهات، كما يطلب الآن بعض الناس أن يغو إذا عرفت له الأمر وأنت تدرس له علم الأصول، تقول لك هذا لا يجوز، يجب أن نخلي هذا العلم من مثل هذه الأشياء التي ليست مما يصح عقيدة. نحن نقرأ علما وضعه أناس معينون ولهم في هذا مرجعيتهم العلمية، وإذا تبعنا هذا السبيل فإننا سوف نزيل كل شيء في هذا العلم، ويأتي المخالف فيزيل ما تركناه، فيكون كل يزيل ما عند الآخر، فلا يبقى شيء من هذا. إذن هذان الطريقان تلفيهما في التعريف، ولا ينبغي لك أن تنظر إليهما لا بالتنقيص ولا بالإنكار، ولكن عليك أن تستوعب ما تحت كل قول من الآراء والأدلة، ثم تختار بعد ذلك ما تراه مناسب. هذا هو المبدأ الذي نبدأ به في الكلام هنا على مسائل النهي. في هذا يقول المصنف رحمه الله أن النهي قبل أن ننتقل إلى مسائل النهي هذه التي أورد المصنف، أعيد مرة أخرى وأكرر بأن الطريقة التي مضى ذكرها في باب الأمر هل هي التي يعاد ذكرها في باب النهي، على نفس الطريقة على نفس السبيل. ثم عندما قررنا بأن النهي فيه نفس المشاكل التي في الأمر، وأنه يأتي للتحريم، وأنه يأتي للكراهة، وأنه يأتي لمعاني متعددة، وأنه يأتي لكذا إلى آخر ما هنالك، في آخر الأمر نقول بأنه يأتي للنهي، هكذا إفعال للنهي. العارض الأول الذي ندرسه بعد ذلك للنهي هو هل النهي يقتضي التحريم أو الكراهة. هذه المسألة قد يقول البعض بأننا نقول فيه بالتحريم ونذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ونكفي أنفسنا مؤونة الخوض في هذه المسألة. عندما نريد أن نقرر أصلا فقهيا يجب أن نقرره على الأدلة التي اقتضت ذلك، لأن كما ذكرنا فيما سلف إذا تقرر الحكم في الدليل أو في حق اللفظ فإن ذلك يعني أننا نشرع
طريقة في الدين قد تفضي بنا إلى أن نهدم خصائص مذاهب أهل السنة والجماعة. لا بد أن نمضي على الطريقة التي تؤدي بنا إلى أن افعل هذا للكراهة أو أنه للتحريم. جيد. بداية على ماذا نحمل لا تفعل؟ هل نحمل على التحريم أو نحمل على الكراهة؟ هذه المسألة لا يمكن لنا نحن أن نحسم فيها ولا أن نتكلم فيها. يجب أن نستقصي في المسألة، لأن المسألة فيها اعتراضات، والاعتراض الأكبر فيها هو أنها تستعمل في كلا الأمرين في القرآن وفي السنة. فإذا كانت تستعمل في كلا الأمرين في الكتاب والسنة، فهل هي حقيقة في الكراهة أو هي حقيقة في التحريم؟ إذا قلنا بأنها حقيقة في التحريم فهي مجاز في الكراهة، وإذا قلنا بأنها حقيقة في الكراهة فهي مجاز في التحريم. نريد أن نعرف بماذا سنحكم في هذه المسألة، لأنها سوف نجد مئات الأحاديث التي تصدرت بالنهي، ولا يوجد ما يمكن أن يبت هذا الحكم على القطع وأحن على الأصول. ما لقينا دليل يحسم لنا هذه المسألة وحالنا على الأصل. قالوا لنا انظروا أصلكم، لا يبيع حاضر لبال، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إلى آخر ما هنا. أحالنا على الأصول، ماذا سنفعل؟ جاء إليك إنسان وسألك وقال لك يا أخي إن فلانا خطب على خطبة أخيه، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ماذا تقول في هذه المسألة؟ هل ارتكب حراما أو ارتكب مكروها؟ لا شك أننا سنتجرأ ونقول بأنه ارتكب حراما، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله أو أقول له بأنه مكروه أو ألعب وأراعي حال الشخص. فإن كان هو الذي فعل ذلك، هو الذي خطب، نقول له مكروه. وإن كان هو الذي فعل به، يعني أنه هو الذي خطب وخطبوا عليه والدولة ذاك الشيء، نقول له حرام. حرام ذاك الشيء، حرام أخويا ذاك الشيء، هذاك راه حرام. ولا كي قال انا اللي درتو، نقول له غير مكروه، ما كاين مشكل، ما كاين. بس دابا الامر هنا انت محال على الاصل، لا ملجأ ولا منجأ الا انك تحسم هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم والقواعد قائمه ومنتصبه وهي ترشدك الى الحكم، ماذا ستفعل؟ راه نخرجوا دابا، الا بغيتي تشوف العجب دابا غادي نخرجوا، غادي ندورو في السوق ونذهب إلى الناس نسألهم. هتلقى راجل تحيك هذا تقول ليه الله يجزيك بخير، راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخطب على خطبة أخي، وهذا خطب على خطبة أخي، أش تقول؟ أقول لك هذا ارتكب الحرام، حرام ذاك الشيء اللي دار هذا، إنه من أهل النار. راه ما يكتفيش بأنه فقد ضل حرام، أحكم ليه بجهنم. وإلا حركناه شوية قلنا له الشريف هذا حرام، راه ما كيتبتش شيء هكذا غير نجيو نقولوا شدينا واحد الحديث حكمنا على الشخص بالحرام. واش ممكن تبين لنا وجه دلالة هذا الحديث على التحريم؟ أليس هل كراهة؟ هل عندك أصل انتهيت إليه في مثل هذه المقامات؟ واش عندك شي بصيرة؟ واش عندك شي قواعد؟ واش عندك شي نور علمي في هذا الباب جرأك وبصرك وقلت هذا الكلام؟ أقول لك لا، أنا سمعته في القناة، سمعته واحد المرة واحد الشيخ كان سمعه في واحد القناة وقال لك حرام. وانت من اللي قال الشيخ هذا حرام؟ انت عندك الحق تقوله؟ انت عندك الحق انك تهضر في هذا الموضوع؟ انت عندك الحق بان هذه الصيغه حقيقه تدل على الكراهه وتدل على التحريم؟
بلا إليك ما تبقاش الناس كيحشموا. واش ماشي هذا هو التجرع على دين الله؟ واش ماشي هذا هو اللعب بكتاب الله وسنة رسوله؟ أشدني أنا الحاجة اللي ما عنديش فيها الحقيقة وما عنديش فيها الأصول وما عنديش فيها القواعد، أنا أحلت على علم مركب من أدلة مختلفة، تقول لي واش عندك شي علم من هذاك العلم اللي كيخرج من هذه الورطة؟ أرى الاحتمالات هنا متعارضة وأردنا أن تفتينا. يمكن يكون مالكي، يمكن يكون فقيه مالكي ولا شافعي وعندي رصيد من القواعد ديالنا في المذهب التي استصحبتها. نقول نعم، نحن نقول في هذه المسألة بالضبط بعد دراسة علمية لها بأن هذا الفرع قرر فيه الحكم كذا بدليل كذا وبدليل كذا وبحجة كذا، ومخالفون يقولون كذا، ولكن ذلك الدليل الذي أوردوه مرجح ما ظهر لنا من هذا الأمر وما ذكرته لك على ما ذكره الخصم. الرجل بصير، الرجل يرى، الرجل استكمل النظر. أقول هذا فقيه، وتحرك في هذه المسألة من أصلها إلى فقهها إلى جواب عن رأي المخالف، وهذا هو الذي نريده. أنا هنا غادي نقرأ هذه المسألة على الطلبة، نقول دابا الطلبة هل الأمر يقتضي الكراهة أو التحريم؟ غايدوزو غايمروا عليها مرور معروف، غايمشيو ينعسوا، غدا غايمشي للمسجد وسيشرح الحديث وغادي يقرأ الأقوال، قال بعضهم بالتحريم، قال بعضهم بالكراهة، وقال بعضهم بالتفصيل. شي كاع كاين هادشي، واش غتفتي الناس؟ ما في شك انك غادي تلقى هذا المدين، ان الاحتمالات التي في الدليل ضروري تخرج منها المدين، وما كيخرجوش هما المدين حتى كيعرفوا كيفاش خرجوا وكيفاش بناو وعلى ماذا اعتبروا. شنو غدير؟ غتقول ليه فيه التحريم، فيه الكراهه، فيه التفصيل، شوف انت اللي عجبك، خذ اللي عجبك، ها كلشي في الكتاب. حتى قال بعضهم بان هذه المسائل العوام فيها بالاختيار. سبحان الله، يعني اذا اختلف العلماء فالعامي بالاختيار، قال لك غير قول لي اختار اللي عجبك. هذا واقيلا كان تاجر وكان كيقول لهم هزوا اللي عجبكم والثمن واحد، يتسحب بان هذا الامر هذا راه يتقى حتى في الدين. وهذا الشيء اللي كنشوفوا دابا في هذه القنوات اللي فيها الضجيج، هذه القنوات ديال الاعلام بر 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 ما حنا ما حنا ما عندناش طرطره في الدين، طرطره ما كايناش. هل حجه؟ هل الدليل بانها حجه شرعيه؟ هذه الطريقه باش تبتنا بانها حجه شرعيه كل من عند الله، هذه الطريقه باش قريناها، هذه الطريقه باش فهمناها، هل الحجج ديالنا، هل الحجج ديال المخالف؟ والله اعلم بالصواب. صافي، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. ولا نحتاج الى كثره الكلام وكثره الضجيج وسب عباد الله وهذا خالفنا معشر اهل السنه، وهذا خالفنا نحن معشر المالكيه، وهذا خالفنا معشر. هذا دين الله سبحانه وتعالى لا توقف على احد في هذا الامر، توقف على هذا الذي ذكرناه. عندك التحريم، عندك الكراهه، عاد تفتي بها الناس. كيقول لك انا غادي نفتي بقول الجمهور. قول للناس اذا سولوك في هذه المسائل اختلف العلماء في ذلك، فذهب احمد الى كذا وذهب احمد الى كذا، اما انا فلست قادرا على ان اقول بشيء محقق في هذه المساله، فعليكم ايها المسلمون ان تسالوا من صفت له هذه المساله. ما صفياش ليا، ما بغات تصفى، ما بغات تصفى صافي، ما بغاش يخرج ليا شي حاجه. وابسط المسائل الان، ابسط المسائل اللي طرحناها اليوم ونحن ندرس علم الاصول، ونطلب من الطالب نقول له دابا انت قريتي هذه المساله، حنا غادي نعطيوك حديث
وراه انت قريتي بطريقه مالكيه والشافعيه والحنابله والحنفيه وقريتي كل شيء، بغينا هذه المساله نريد منك ان تحكم فيها. هذه المسائل تجد بان كثيرا من الناس يتوقف ما ادري كيفاش نخرج من هذه المساله. واضحه تكرار تكرار وتعاود تكرر وتعاود تكرر وتعاود تكرر وما يهمكش ان يكون يوما ما قد اتضحت لك معالم المسالك التي تتبعها في تلك الجزئيه. اذن هذا الامر هذا لا يجوز لنا ان نمر عليه هكذا ونمضي الى حال سبيلنا، بل يجب علينا ان يكون لنا في كل جزئيه اصل. أنا ما مفروض عليك يكون عندك التحريم ولا يكون عندك الكراهة، المهم كل جزئية يكون عندك فيها الأصل، وإذا عندك فيها الأصل يبقى حينئذ مسألة التفقه باعتبار مذهبك، تراك مثلا إما شافعي إما مالكي إما حنبلي إما حنفي الله أعلم، المهم عندك الأصل موجود اقتنعت به، تعض عليه بالنواجد وتمضي في المسيرة الفقهية إلى النهاية. عندك ثلاثة المراحل الخطوة غادي تقطعها، ولكن الأصل راه كاين. إن ذهب هذا الأصل إلى النهاية من غير أن يرد دليل شرعي يؤثر فيه فأنت تبني عليه، وإن ورد عليه شيء راه عندك طريق الجامع، عندك طريق الترجيح، عندك قواعد التنزيل. الحمد لله راه الأمور مضبوطة، علمية، مناهج مسلوكة، لها معاليم، كل مرحلة بعلمها، كل مرحلة بقواعدها، كل مرحلة بما تقرر فيها من أدلة، والإنسان يمضي على سبيل واضح حتى يصل إلى أن يبت الحكم على الوجه الذي يراه الصحيح. الذي تقرر في هذه المسألة هو المناقشة في إثباتها كما في هذا الكتاب وكما في غريم الكتب الأصول. نتبع ما قيل في هذا من الأدلة، تبعوا الأدلة التي وردت في هذه المسألة. وأول من يستصحب في هذا الباب ويذكر هو عمل الصحابة، لأن فهم الصحابة في الظنيات هو المرجع الأول عند الأصوليين في إذا تعارض ظنون، فإن دائما فهم الصحابة يحضر. بعض الناس يقول لك الأصوليين عقلانيين، غير صحيح. يقول لك إنهم عقلانيون يحكمون عقولهم، غير صحيح. في الأدلة غير صحيح. كيستعملوا الجدال في مناقشة المعلومات التي فيها مجال للنظر والبحث، أما فيما يتعلق بإثبات الأدلة فإنهم يلتجئون إلى الصحابة، وستجد ذلك في كل باب من أبواب الأصول في الظنيات. أما في القطعيات فيها كتاب الله وفيها التواتر، هذا ما كان يقصد، ولكن إذا عجزوا ولم يجدوا في المسألة مرجأ يلتجئون إلى الصحابة. اسمع هنا، سؤال عندكم مفتاح، ما عندكم، قرأوا شنو قال هنا. وقد اختلف في ذلك ومذهب الجمهور أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، والآثار الواردة في ذلك أكثر من أن تحصى، ومنهم ما روي عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر 40 سنة ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رفيع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها لقول رفيع، والمخابرة كراء الأرض إلى آخر ذلك. إذن أول شيء بدأ به في الاحتجاج هو عمل الصحابة، فهم الصحابة. فهم الصحابة في الأصول ابحثوا عنه وانظروا عن ركنيته في هذا العلم، وإذا تحداكم أحد بهذا الأمر انظروا في كتب الأصول، وأحيلكم على كتب المتكلمين، وأحيلكم على سبيل التعيين على كتاب البرهان، لتنظروا مقام هؤلاء القوم في هذا العلم. الصحابة هم الولين يحضروا عند الظنيات والاختلافات، هم الولين يشتشهدوا.
فإذا صفى لهم أن الصحابة هذا هو مذهبهم ينازعهم الآخرون بمذهب الصحابة أيضا إن وجدوه، وإن لم يجدوه علمنا بأنهم قد انتصروا. صافي صافي، عرفنا بأن الانتصار وقع. صافي، كل ما سيأتي بعد ذلك سيكون نقاشا للاستكمال والبحث والنظر فقط، ما غاديش يمكن بعد ذلك أن تستمر الأمور هكذا متكافئة. نعم نعم، هذا هو أول ما يبدأ به، وأنت أيضا هذا أول ما تبدأ به. هل تريد أن تفتي ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه؟ وأردت أن تقتصر على ظاهر اللفظ، هذا هو ما تبدأ به. شوف الفهم ديال الصحابة في هذه المسألة، هم أهل هذا العلم بلا منازع. ولا كينفروا الناس يقول لهم راه علم الأصول في علم الكلام راها إلى قريتي غادي تولي متكلم. ولكن انت متكلم راه لا باس عليك السي، راه متكلم راه الناس خطيرين، راه لا يقاقع لهم بالشنان. صافي كان غادي يجي العلماني ولا حدثي يغني لهم ولا يرقص حداهم، صافي ينبهروا. راه تيوجدوا الدبان هذوك اللي كتشوف، من اين اتت وكيف اتت، الامكان الاستحاله الجواز العدم الوجود الوجود كاين انواعه اقسامه الكيفيات، غاديات يدخلوا يخرجوا يستمروا يعرض هذا يتخاصم هذا مع هذا سنين وهم مضربين على ذاك الجناح ديال الدبانه. واش هو هكا ولا هكا ولا هكا؟ ماشي بحالنا حنا غير كيجي شي واحد يقول حنا نظرا للظروف التي يعيشها العالم اليوم ونظرا لانكم تعلمون ان الاسلام دين المروءه، حيض النص انا غادي نعطي نقول لكم واش غادي ندير. هذا الشيء اللي كيقولوا دابا، هذا الشيء اللي كيبان لي انا، حيض النص وتبعونا. انت شكون؟ انا ما اعتبرك اولا عاقلا، فكيف اعتبرك نبيا؟ وديما نفس الكلام نفس الكلام. عباد الله رجعوا الاصول، عباد الله رجعوا الاصول. يقول لك لا هذيك الاصول راه صنعوها الفقهاء، ما يمكنش الاصول تصنع، راه اصول غير كتنقل، راه ما يمكنش تصنع، ما يمكنش ان شي واحد غيصنعها، الاصول تنتقل. شنو قلنا في الصباح؟ يا قلنا لك تحديد الادله، حصر الادله، ولا شنو قلنا؟ الله على شنو كان شنو قلنا وشنو غنقولوا؟ حصر الادله. علاش قلنا حصر الادله في الصباح؟ قلنا لك راه كاين واحد المساله فيها واحد الشده الشديده، هو انك تدخل الاصل الى الدين. هادو تيتسحبوا دابا، انا غير شي واحد دابا يبان لي شي بران انه غيدخلوا في الدين وانه غيكون اصول فقه. شتي مالك بن انس امام دار الهجره الذي قيل عنه بانه اعلم اهل زمانه وانه كذا وانه كذا، لم يقبل له الشافعي ان يدخي عمل المدينه في الاصول، ولم يذكره الحنفية ولم يذكره الشافعية ولم يذكره الحنابلة في أصولهم. وبغيتي أنت تدخل الكذوب ديالك للدين، غير جي شوية ديال شعار وشو واحد السيلو وشوية ديال النفوخية وهز معك سميتو وكذب على عباد الله وجمع مجموعة من الصعاليخ وقال لهم لأننا نحن الآن سنقرأ هذا الدين قراءة حديثة جديدة. أقول لك حنا كنعرفوا أن هذا الدين لا يمكن التصرف فيه إلا بالنقل، هل عندك شيء من النقل؟ أقول لك أنا ما عنديش نقل، أنا عندي لكم ما هو أحسن من هذا، وهو أنني جيت بالإستيمولوجي والإستيمولوجي والإستيمولوجي وغادي نعطيكم الدين. عرف أش كتقول الله يرحم والديك، هاد السيرة الجدول كيتكس فيها هاد الشيء، أسير الطلاسم، أش كتقصد؟ قول لنا هادشي بشلحه ولا بالعربي. هذه المسائل الان تنكسر في هذا العلم لانهم يطالبونك بانك لا يمكن ان تدخل في هذا العلم الا ما استكمل شروط القطع. ما يمكنش تدخلوا، اضحك عليك شي واحد يقول لك المقاصد، علم المقاصد سنقصد سوف نبني على المقاصد، سوف ارى المسائل كلها بلاصتو، كل قاعدة بموضعها، كل مسألة متعلقة بحكم بموضعها.
أنا عندي النهي، عندي مشكل في تحديد مدلوله، يجب علي أن أمضي على طريقة يجب أن أفتي فيها للناس بأن عندي الارتباط بين هذا الحكم وبين ذلك الدليل بالطريقة الشرعية. إذن أول ما نبدأ به في الاستدلال هو عمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم. جوهر هذا العلم في الظنيات، أما في القطعيات ما محتاجينش لهم، أنا في القطعيات ما محتاجينش لهم، أصلا القطعيات راه ثابتين بكتاب الله وسنة والتواتر، هذا ما محتاجينش لهم، أنا شي أصلا القطعية ثابتة. ولكن إذا حصرنا في الظنيات نستدعي فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف واش قال هنا، وفي كلام طويل وبحث مستفيض انتقل إلى مسألة أخرى، وردم على البال مرة أخرى على هذه المسألة التي ذكرناها. غادي نمشيو نفس المسألة الثانية، العارض الثاني، وهي مسألة هل النهي يدل على الفساد. هذه مسألة كبيرة ومتشعبة، مسألة كبيرة جدا، وفيها مباحث وفيها تفاصيل، وخاصة عند الحنفية وتابعهم المالكية، تابعهم في هذا الأمر تفصيل دقيق، كثرة التفصيلات وكثرة شروط وكثرة التجزئات إلى آخر ما هنالك. غادي عاوتاني نراقبوا نفس التفاصيل، احنا عاوتاني تورطنا عندنا مسائل ظنية، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ مشينا الاستعمال، لقينا بأن الاستعمال متعارض، بعض الأدلة تدل على الفساد وبعضها تدل على الصحة، ومن ذلك مثلا النهي عن الصلاة في مرابد الإبل وفي الكنائس وفي الطريق وفي كذا، اختلفوا في حمله، فحمله قوم على الصحة من السلف وحمله الآخر. إلى أين نذهب إذن في هذه المسألة؟ نفس المسألة، اسمعوا. قال: وما زال السلف الصالح يحملون ما ورد فيها من النهي على الفساد، فمن ذلك استدلال ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا. احنا حصلنا هنا مسينا الاستعمال، ووجدنا أن الاستعمال فيه نهي يدل على الفساد وفيه نهي لا يدل على الفساد، ولكن لما ذهبنا إلى فهم الصحابة وجدنا المخرج، وجدنا ابن عمر هنا يقول: ولا تنكحوا المشركين، حرمه ولم ينكر عليه منكر. المثال الثاني: احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا، وبقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري عنه وهو: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا من أجيز. ومثل هذا من النصوص كثير، كل هذا استدل فيه الصحابة على التحريم، لأن المسألة استدلوا فيها على الفساد. فانتهى بنا هذا الأمر إلى أننا وجدنا الآن دليلا معتبرا في هذا الباب نتمسك به في هذا الأمر، ونعضده بأدلة أخرى، من ذلك مثلا أنه لو لم يفسد المنهي عنه لازم من ذلك. هنا كتشوف الترتيب، شنو قدموا أولا؟ قدموا العمل ديال الصحابة وفهموا الصحابة، عاد بدأت يستعملوا العقل، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى دليل العقل، فقال: ومن أدلة هذا المذهب أنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من ذلك انتفاء حكمة يدل عليها النهي، وإذا ثبت أن النهي عنه فاسد سقطت حكمة الصحة، فإن قلنا بتساوي الحكمتين تعارضتا وتساقطتا فكان فعله كلا فعل، وامتنع النهي عنه لخلوه من الحكمة وذلك باطل. هذا الدليل العقلي، لازم طريقة اللزوم، دائما دليل اللزوم كدل على العمل العقلي لأنه يستخرجه، ولكن قبل ما يجيبوا هذا الدليل جابوا العمل ديال الصحابة هو الأول وجعلوه حجة، ثم استمروا في أدلتهم إلى أن انتهى بهم الأمر
إلى تقرير أن النهي يقتضي الفساد، وهذا فيه مذاهب كثيرة وذكرناها بجملتها في هذا الكتاب، وذكرنا لكل مذهب دليلا، فليذهب إلى ذلك وليرجع إليه من أراد المزيد. أما الأمثلة التي بنيت على هذا فمنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الصغار، ومعلوم أن نكاح الصغار كما عرفه ابن عاصم والبضع بالبضع هو الصغار، ها زيد، وعقده ليس له قرار، هذا هو الشعار. والمالكية جعلوه ثلاثة أصناف كما هو معروف في مذهبهم، ولكن جمهور العلماء على أنهم يرونه صورة واحدة، قالوا بأن الصغار كيفما كان نوعه منهيا عنه، والمالكية تذهب إلى التفصيل عملا بالجمع بين الأدلة. إن بعض الناس من بعض الشباب يقول لك علاش المالكية تصرف في هذه الحالة، لماذا جلبوا هذه الأدلة في مقام فيه نص يفيد التحريم؟ ما الذي أداهم إلى أنهم لم يلتزموا بحدودهم؟ مسألة الفقه أنه قد يريد الدليل في جزئية، فإذا أردت أن تنزل عنه أن تنزل هذا الدليل على الجزئية وجدت أدلة أخرى تنزل على نفس الأمر، نفس المكان، ذاك المكان الذي نزل فيه أو ورد فيه ذلك النص تريد عليه أدلة أخرى فتتزاحم، ولا يمكنك أن تلغي دليلا شرعيا، ولكن يجب عليك أن تجمع بين الأدلة. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تستعمل ما يسمى بقاعدة المناسبة، هي قاعدة معروفة كل حال يأخذ بها المالكية وغيرهم، وكانوا مشتهروا بها حتى الشافعية رأيتها عندهم، قضية المناسبة، أن تنزل هذا الدليل على الفرع الذي يناسبه وتنزل هذا الدليل على الفرع الذي يناسبه، وهذه تسمى طريقة الجمع بالمناسبة أو بالانسجام بين الدليل وبين الدليل وما نزل عليه وموضعه. هذه طريقة علمية دقيقة وهي معتبرة، وتأصيلها راه مذكور في كتب الفقه، وأظن أنها قد تورد في كتب القواعد. وغيرهم يرى بأنه لا حاجة إلى التفصيل واستعملوا الترجيح، وهذا فرض، لأن كل من استعمل الجمع فإنه دائما يقدم على من استعمل الترجيح، لأن الترجيح فيه إسقاط، والجمع فيه إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما، قاعدة معروفة، إعمال الدليلين خير من إهمالهما. وكلما وجدنا فرعا فيه الجمع وجدنا فرعا فيه الترجيح، دائما كنقولوا قررت نفسنا والله أعلم أن هذا الفرع، أن الذين ذهبوا إلى هذا الجمع أحسن من الذين ذهبوا إلى الترجيح. ولكن تقدر تسير دراسة فقهية على المالكية وذهبت إلى أنتم ما كتقولوا نظرية، نظرية الجمع ونظرية الترجيح عند المالكية وفقهاء المذاهب الأخرى، دراسة مقارنة، العناوين مكررة، ديما دراسة مكررة، ديما نموذجا، أبو زيد نموذجا، أبو محمد نموذجا، أبو وديما نموذجا، واش ما كاينش العربية، واش ما كاينش اللغة العربية غير نموذجا، أعطى الله الأمثلة. واش عجزت اللغة العربية على عناوين تكون أقرب إلى اللغة العربية من هذه العناوين العجمية؟ راه ما كيكونش الخطر في تركيب القول، ولكن ما كيكونش الخطر في القول، يكون في تركيب القول. راه من أين تدخل العجمة وضعف اللغة؟ راه تدخل في التركيب، راه ما كتدخل شيء في اللفظ، زيد هو زيد، قام هو قام، ولكن عندما تركب راه تقدر تركب بالشلحة وتسميها عربية. شحال دابا ما عندنا من حنا كنشوفوا دابا تركيب كيهضروا بها الناس هي في الحقيقة شلحة وكيديروها عربية، وهي تنسب مثلا في متناول اليد، هذيك راه شادي راه كيقول يحكم دفوس، راه هذيك شلحة سرقتوها. هذا الشيء كله شحال من تركيب أنا كنتبعو كنلقى داك الشيء كله شلحة، تقول واش دابا وحنا واش كنهضرو بالشلحة؟ والله ما نهضروش بالشلحة مباشرة،
لماذا غادي نقلبوا هذه الكلمات قول باش هاني تهنينا راه التركيب العربي راه عنده خصوصيات راه في اللغه في اللغات الاخرى راه كتكون البدل على غير ما عليه العربيه النعت على غير ما عليه العربيه راه ملي كيهضر شي واحد مثلا بالعربيه راه ديما تتلقى تيدير في التعريف اسم الاشاره الذي هو ديما تدير لانه ما عندهمش هما اداه التعريف في اللغه العربيه في الشلحه راه ما كاينش اداه التعريف في الشلحه غادي يقول لي ابو قلن الكتاب يعني ذاك الكتاب ولا ذلك القربة حيث الالف ولا ما كايناش ما يناسبها في اللغه ديال الامازيغ ولذلك تتلقى دابا الى كبتي تتلقى اللغه العربيه هي الاتيان بصيغه المبالغه تجد هذا عندما ياتي لك باللفظ العربيه تجد بزاف هذيك بزاف ديال الشلحه حيث ما عندهمش صيغ المبالغه يمرض بزاف يكون بزاف يتص بزاف حيث اذا بغى يقول لك نوام ما عندهمش نوام عندهم نائم وبزاف ويكون نوام نائم بزاف ها هو نوام خرج ومن هنا ترى ان كثيرا من اللسان قد فسد بسبب هذا اضف الى ذلك التراجم من لغه العاجم من الغرب وغيره فسيرنا اذا كنا نقرا في النصوص تجد ان التراكيب كلها قد خلت من الاسناد العربي الذي يجب ان يراعى فيه التقديم والتاخير على مقتضى المقام والتنكير على مقتضى المقام والتعريف على مقتضى المقام نرجع الى مساله ديالنا قلنا بان هذه المساله وهي مساله الجمع او الترجيح هذه مساله للمالكيه فيها شيء من الزياده في الفضل ماشي باعتبار احنا مالكيه ولا كذا ولكن هذا باعتبار الاستقراء والتتبع وجدنا فعلا انهم يعتنون بهذه الجهه فكانت من هذه من ميزه هذا المذهب هكذا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك ما ليس عندك هذه كلها وردت بصيغه النفي والنفي قد ينزل منزله النهي إذا دخل على الفعل أو دخل على الاسم وقامت قرينة عرائدة النهي كما في قولك لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم إلا ومعها محرم غير الآخر ذو محرم إلا ومعها ذو محرم دابا هذا لا يحل هذا جاء بصيغة المضارع المرفوع وهو دائره النفي أنه يعرب حرف نفي ولكنه يقولون وهذا من النفي الذي قام مقام النهي قد يقول البعض ولماذا هذا النوع من التعبير في هذا المقام مع بإمكان أن يستعمل النهي من غير حاجة إلى هذا النفي فيه نكتة زائدة وهي الإثبات وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستعمل لفظا خرج به عن ما كان في الأصل لا بد أن نبحث فيه عن نكت فقهية عن النكت الفقهية والعلمية وما أشبه ذلك يعني لا يسافروا فيه النهي وفيه ثبوت الحكم كأنه يخبرك بأن هذا الحكم راه قديم أزلي وأنه الآن ليس محدثا لا تسافروا هذا الحكم متقرر وثابت وهكذا ومثل هذا أيضا إذا دخل على النكرة كما قال هنا ولا ريح ما لم يضمن إلى آخره لا يحل سلف وبيع هذا الآن على ماذا نحمله نحمله على الكراهة ونحمله على التحريم نقرره على نفس ما سلف ونذهب في نفس الطريقة التي تقدمت ونمضي على نفس السبيل قد يقول بعض الناس ولماذا رأينا أن المالكية عندهم أن النهي يقتضي التحريم ثم نجدهم بعد ذلك يحملون بعد نواهي النبي صلى الله عليه وسلم على الكراهة ما لماذا هذا قضية الصيغة إذا ثبت في الحكم فإنها تعترض فيها أحوال وهذه الأحوال التي تعترض فيها هو ما يسمى باستخراج المعنى إذا استخرج المعنى فإنه يرجع على النص ببيان المراد وهذا الشيء راه معروف في الفقه
تستخرج المعنى، وإذا استخرج المعنى فإما أن يؤكد تلك الصيغة وتلك الحكم، وإما أن يؤثر في تلك الصيغة فيؤدي ذلك إلى أن يكون الحكم قد نزل إلى الدرجة الثانية، لأنه ظهر بذلك المعنى أنه المقصود. واش عندنا الحق نخرجوا المعنى أم لا؟ أن هذا الجواب هدف هل الباب هذا قال مثلا كنشوفوا بأن الصلاة مثلا بالنسبة للمالكية في المقبرة مكروهة، ما لا تبطل، معنى أنها يقتضي الفسد، هذا قرهما. وكذلك أيضا في مرابد الإبل وما أشبه ذلك من الأمور التي كالمقبرة والمزارة والكنيسة، كل هذا عندهم في الكراهة. لماذا؟ لأنه معروف أن الكراهة على ضربين، الكراهة المعللة والكراهة التعبدية. الكراهة التعبدية هذه لا مناص من حملها على الفساد، ما كيهضروش عليها نهائيا، العلة التعبدية. أما إذا كانت المسألة فيها النهي الذي تعرف علته، هل العلة كنخرجها؟ فإذا استخرجناها وعرفنا لماذا وقع ذلك فهي تؤثر في الصيغة. يعني كي نرجع للملكية ماذا يقولون؟ قال وإنما نهى عن هذا لأن الطريق مظنة النجاسة أو مظنة مرور الناس. بهذا ظهر لهم بأنه لا يوجد في هذه العلة ما يقتضي التحريم. وكذلك أيضا قالوا بأن سبب النهي عنه في المقبرة أن النجاسة وقعت تحت جبهته وهو يسجد مع وجود الحائل، والنجاسة ما لم يوجد عليها حقيقة لا يمكن أن يعتبر ذلك موجبا للتحريم، إلى غير ذلك من الأجوبة التي ذكروها. احنا ما كيهمناش هنا تقويم هذه الأصول وهذه المستندات، هذا الشيء ما عندنا في هذه الساعة دابا ما غاديش نناقشوها، لأن فيها أخذ ورد وبحث ونقاش واستدلال ورد على استدلال وإرادات إلى آخره. يهمنا هنا هي طريقة التفقه، منهجهم هم في التفقه. إذا استخرجوا العلة التي في باب التعب في باب العلل فإنها ترجع على النص بالتأثير، وإذا أثرت في النص فإنه تراه على هذه الصفة التي وردت في هذه المسألة. قد يقول القائل لماذا لم تستعملوا ذلك في الدار المغصوبة، ولماذا أجمعوا على أن النهي يقتضي الفساد ثم نجدهم في الدار المغصوبة أجمعوا على صحة الصلاة فيه؟ الذي يتحكم في الدين هو الشرع، والذي نسير إليه هي الحقائق الشرعية. إحنا ما يمكن لناش الحقائق الشرعية إحنا تدخل فيها نهائيا. إحنا نخضع لها، إذا وجدت ما يمكنناش نحيدها، كنقلبوا عليها بأنها نقصت، هل خديشات، هل اخقت منها شرط، هل سقط منها، هل يوجد لها شيء مما يمكن أن يؤثر فيها، لم نجد أي شيء يؤثر فيها. ماذا تريدنا أن نفعل؟ ماذا تريدنا من العلماء أن نفعل؟ قالك الصلاة ها هي أداها الرجل من أولها متطهر، كبر، قرأ ركعة، سجد حتى أنهى صلاته، لم يرتفع منها شيء. حقيقة الصلاة هي هذه، حقيقة الصلاة هي هذه. حصلت في ذلك الأرض غير نجسة، هل الغصب مؤثر؟ قالوا لا. لماذا؟ لأنه منفك، ويسمى أنه هذا بقاعدة انفكاك الجهات. شو يعني انفكاك الجهات؟ انفكاك الجهات هو أن الشيء منهي عنه مطلقا والآخر مأمور عنه مطلقا، وأنت الذي جمعت بينهما. جهة حرمت بإطلاق والأخرى مأمور بها بإطلاق، وأنت جمعت بينهما. جمعك هذا لا يعتبر مؤثرا في الغصب فيجعل هذا التصرف جائزا، ولا يؤثر في الصلاة فيجعل تلك الصلاة باطلة. باش نعرفوا مثلا انفكاك الجهات، باش كنعرفوا
كنعرفوه بأمرين. الأمر الأول هو أن الحرام يستمر بعد الانتهاء من العبادة. هادشي باش كنعرفو في كلك الجهات. صليتي وبقيتي جالس في مكان الغصب يبقى الحكم. إذا الجهة منفكة. لأنها لو كانت هذه الجهة متعلقة بالصلاة لانتهى وجودها بانتهاء الصلاة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن انفكاك الجهاد أوصاف في المكلف وليست في الفعل. هذاك وصفان تكون في المكلف، غاصب مصل ماشي في فعله، ماشي في الصلاة. هكذا في كاك الجهات تطالب هذا. أما اتحاد الجهة باش كنعرفوها، بمجرد ما تنتهي العبادة يرتفع التحريم، بحال الصوم يوم العيد، بحال الصوم يوم العيد، بمجرد ما كتكمل الصوم يوم العيد يرتفع التحريم، إذا بينهما الاتزان، هذا هو اتحاد الجهات. ثانيا أن هذا صوم ويوم، اجتماع الفعل مع هذا الظرف هو الذي فيه النهي، وليس شيئا متعلقا بك أنت بذاتك، أنت لست غاصبا ومصليا، أنت لست صوما ولست يوم عيد، ولذلك يسمى هذا في كاف الجهات. والعجيب أنهم أجمعوا على صحة الصلاة في هذا بهذه القاعدة، لأنهم يحترمون المهية. احترام المهية، هذوك اللي تيقول لك غادي نحيدوا لكم الميراث، غادي نقلبوا لكم العلام، غادي نعطيوا للمراه، غادي نعطيوا السماوات والارض ومن بينهما المراه. ها انت دابا غادي تحيدوا الناس وتعطيوا للاخرين، بحال الا هزيتي السيف وشفار وتعرضتي لشي واحد، حيدتي ليه الجلابه وعطيتها لواحد اخر، ظالم ومعتدي. هل الغصب والظلم ينقلوا الملكيه؟ قال هنا غادي ندخلوا سيدي هاد النساء نعطيوهم الميراث التي للرجال، لان هذا كان في زمانين وكان كذا، وبقى كيغنوا ما يمكن ليكش تمس الحقائق الشرعيه. ارى واخا تنقل هذاك الامر وتعطي النساء، راه كتسمى هذه كتسمى السرقه، راه الحقيقه الشرعيه غادي تنزل على هذا الشيء وتسميه الغصب، راه غادي تسميه أخذ أموال الناس بالباطل وإعطائها للآخرين، راه ما يمكنش الحقيقة الشرعية أنها تحيدها، راه ماشي الفقيه هو اللي كيحيد الحقائق الشرعية، راه الفقيه غير كيقلب عليها باش يفهمها، راه ما يمكنليش هو أنه يمس الحقيقة الشرعية في هذا الباب. هاد الحقيقة ثبتت لهذا الرجل، تبقى ثبتت لهذا الرجل إلى يوم الدين. وباش تنتقل لشي واحد خاص يعطينا الشرع، الطريقة التي تنقل بها والسبب التي تنقل بها والشرط التي تنقل به، احترام الحقائق الشرعية أساس تنزيل دين الله على الناس. أنا مثلا غادي ندخل السوق وتعرض عليا مثلا المعاملات، البيوع ولا الراهن ولا كذا، أشنو غادي ندير أنا دابا ديك الساعة؟ واش ممكن إذا قلت لك أن هذا البيع الحرام حلال أنني غادي نقل لك الحلال، غادي تحل لك الملكية، غادي تصدق بهذوك الفلوس، غادي توهبهم، غادي تحبهم ديالك؟ ما يمكنش ينتقلوا لك نهائيا، لأن ماشي الكلام ديالي كينقل، خصك تكون الحقيقة الشرعية موجودة. ولذلك الناس كيجتهدوا بذلوا المجهود باش يعرفوا الحقائق الشرعية، حقيقة النكاح، حقيقة البيع، حقيقة الران، حقيقة الإجارة، حقيقة المساقات، حقيقة الشركة، أقسامها، أنواعها، ما يعرض فيها، لأن هذه الحقائق ضرورية لتنزيل شرع الله على الجزئيات وتطبيقه على الخلق. ما يدير شن الفقه ما يدير؟ تيقول خصنا نجتهدوا، وحنا غادي نجتهد فين غادي نمشيو؟ فين هاد فيها تجتهد؟ شغادي الحقائق تبدأت والنصوص نزلت والأمور تقدمت، اش باقي عندك انت؟ وإذا خنقتي هذوك عباد الله وعصرتهم تقول لي شنو هي الحقيقة الشرعية وشنو هي الحقيقة اللغوية، غادي يخرج فيه بومزوي، راه ما تيفرقش،
ولي غير قول لي شنو الحقيقه الشرعيه والحقيقه العرفيه، عرف لي هذاك الشيء، قول لي شنو التعريف بيناتهم، راه التبست عليا الامور، راه غادي يقول لك يشوف لك شي زرنان راه خرج ذاك النهار راه في واحد التعليق جيد اخويا في هذا البال رائع جدا رائع مسكين. وكون هذا الدين كيتخرب بهذه الطريقه كاع ما تلقاوه، راه كيد له وعيد كيد له وعيد، داروا له الحيلات، ما خلاو ما خلاو البراوات، ما داروا، ما خلاو الباطنيه، ما داروا، ما خلاو الاشاريين، ما خلاو مدارس الالهام، ما خلاو جميع الامور حرابات. كان باقي النص، بقيت الكلمه اش غدير ليها؟ قال لها حمل القران والناس راه حافظين القران، واخا تاكلوا والناس حافظين، والناس حافظين واش غدير لي؟ راه لو خط طلع المريخ وتنزل الارض راه ما عندك ما دير. حتى حنا الا بغينا زعما نخربقوا ولا شي حاجه راه غادي نبانو. ماشي كوشي غادي يضحك فيه فين غادي الفقيه؟ واه راه ترس فيك الفران فين غادي؟ قلت واش كتشد الفران الفقيه؟ واه والناس خرجتي فيه ديريكت. واه متى كنت تنسخ القران؟ متى كنت تنسخ السنه؟ سبحان الله سيري ما فيك كذاب ولا؟ خلاصة الكلام أن هذا الدين متين، لم يبق لنا إلا أن نجد في تحصيل علومه وفي إدراك لغته وفي التمكن من زمام التصرف فيه على الوجه المطلوب. أكا من هذا الكذوب وهذا الخرافات وهذا اسمه، أرى ما دامت كلمة الله في الأرض هذا الدين سيبقى وسيبقى هكذا. ننهي هذا الحديث بهذا الذي ذكرناه، وعلى كل حال أظن أن المسار قد تبين وأن الطريقة التي تسلك في تحصيل هذا العلم قد ذكرناها، والبقية إن شاء الله تعالى تأتي إن شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخ الفاضل بعد هذه المحاضرة الطيبة التي لم تذكر لنا فقط مسائل أصول الفقه، وإنما جمعت بين مواد من أصول الفقه ومن الفقه واللغة والملح الفقهية التي تربطنا بواقعنا لكي نفهم هذا الفقه ونفهم هذا التأصيل على الفهم المطلوب، وهذا هو المقصود. لأن دروس أصول الفقه إذا كانت تدرس جافة دون ربطها بالواقع ربما كما يتهيبها الكثير من الطلبة ويستصعبون الخوض فيها، ولكن إذا كانت تربط بالواقع وتربط بمسائل الفقه فنفهمها على حقيقتها. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بشيخنا وجميع مشايخنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منه أنفاسه وخطواته إلى هذه الجلسة وهذه الدورة المباركة. ونرفع الجلسة لصلاة العصر على أن نلتقي في الجلسة الموالية مع أسئلتكم واستفساراتكم كما ذكر المشايخ في بالأمس، يعني بشروط أن ترتبط بهذه المادة الفقهية أو هذه المادة الأصولية التي تطرق إليها الشيخ. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. قبل الشروع في هذه الجلسة المعنونة بقضايا أصولية والتي تطرحون فيها أسئلتكم على الشيخ الطيب أبي الطيب حفظه الله، أبدأ بتذكيرين. التذكير الأول يتعلق بأمر الهاتف، جزاكم الله خيرا. الجلسة الأولى كان بعض التشويش الهاتف. التذكير الثاني يتعلق يعني بتوقيت الغد، غادي نبقاو على الساعة القديمة باش نبقاوش واش القديمة ولا الجديدة، من دابا غنبقاو غير استثناء باش الدورة ديالنا تكمل في التوقيت القديم، لأن مع 12 الليل غيتبدل التوقيت. إذا نخلي تسعود القديمة باش حتى واحد ما يقول لي القديمة ولا الجديدة، يعني العشرة الجديدة ياك. خليوكم على التوقيت اللي كاين في الورقة، يعني حسب الساعة الحالية إن شاء الله تعالى.
إذن الشيخ سيبدأ بالأسئلة الموجهة من النساء، وقد وعدنا بالأمس بأن يبدأ بأسئلتهن الشيخ. على أي حال فليبدأ الشيخ إن شاء الله بأسئلة النساء، ثم بعد ذلك أسئلتكم إن شاء الله تعالى إلى حدود توقيت المعلوم اللي هو 6:30 إن شاء الله. فليتفضل شيخنا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: لماذا يرجع أئمة علم الكلام عن هذا العلم في أخريات حياتهم، وهل تنصح طالب العلم بدراسته؟ أولا، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، أن الرجوع إلى الكلام ليس عملاً. الذين رجعوا فقط رجعوا في أمور معينة وهي تتعلق بالصفات، أنهم تركوا التأويل وهو المشهور المعروف. والذين رجعوا كما هو معروف والإمام الرازي والغزالي والأشعري ومن على هذه الطريقة، قالوا بأنهم رجعوا عن مسألة التأويل. وأما رجوعهم فهذا واضح، مسألة المسألة الأولى ومسألة الربوبية بالنسبة للعقول هي مسألة قياسية، سواء عند الفلاسفة اليونان ولا عند المتكلمين ولا عند غيرهم، هي مسألة قياسية. دائما يقيسون الغائب على الشهيد، دائما يريدون كلما غاب عليهم أمر من أمر الله أن يمضوا فيه على طريق القياس على أنفسهم. ولذلك هذه المسائل الصواب فيها والحق فيها يبقى الإنسان على فطرته ويطلب الأمور كما فعل الأنبياء والرسل، كما فعل الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الباب الأسلام. وقد تفطنوا لذلك فرجعوا إليه، وكان إن شاء الله تعالى هذا خير للأمة ولهم، حمى الله جميعا. هل توجد حقيقة طائفة طوائف المسلمين فات الحكمة والتعليل في نفس الأمر، أم أن مرادهم كان هو بيانهم أصول العقل البشري على إدراكها فضل إدراكي وتحقيق إناضة الأحكام بها؟ لا، هي قضية أنهم يقرون بوجودها، يعني كده كنت تقصد الظاهرية، يقرون بوجود الحكمة ويقرون بوجود التعليل، ولكن يقولون بأن ذلك لا يجيز لك أن تنقلها إلى غير موضعها. هل يمكن لك أن تنقل التعليل الذي ورد في القرآن لكي لا يقول جملة بنا غريا منكم ألا يكون على الناس حجة بعض إلى آخره؟ قال هذا لا يمكن أن تنقله لتجعله أنت حجتان كم وتبني على الأحكام باستقلال، هذا هو الذي ينفونه. ما لا يوجد من يقول بأنه الحكمة غير موجودة أو التعليل غير موجود، إذا كنت تقصد في الأحكام فهذا موجود. أما إن كان مرادهم كان هو بقصور العقل البشري، لا، ما ذكروا هذا، يقولون موجودة في الأحكام المنزلة، ولكن لا يحق لنا نحن أن نحمل هذه العلال إلى غير موردها، هذا هو الذي يقوله الظاهرية وهذا هو مذهبهم. كيف تكون المعتقدة مأخذا ومقصدا في نفس الوقت، وما هي الزبدة منها التي تجعل مأخذا حتى نسلم من الأوهام والوساوس بإشارة وإحالة؟ كيف تكون المعتقدة مأخذا ومقصدا في نفس الوقت؟ المعتقدات تثبت على الوجه الذي وردت في كتاب الله، أما كونها مأخذا فهذا هو الذي يكون مترتبا عليها. أنك أنت مثلا عندما تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يراك، أنت تأخذ منه، تأخذ من هذا المعتقد السلوك والانضباط، وتترك أمورا متعددة. من أين أخذت هذه الأحكام ومن أين أخذت هذه الأمور؟ أخذتها من هذا، من هذا المعتقد. هي كانت مقصدا في أول الأمر من أجل تحصيلها، ولكن إذا قمت بالشخصي وجهته وصيرته يمضي على وفق ما ورد فيها. سر كلام الله نستصحب أن هذا كلام لا يمكن أن يكون خطأ، هذا ما أخذ من ماخذ العقيدة.
أن هذا الكلام الذي نحن فيه إذا رأينا بأننا فهمناه على ما يمكن أن يكون مقبولا نتهم معتقداتنا ونتهم أنفسنا ونتهم فهمنا ونرد الأمور إلى الله ولا نتجرأ على أكثر من ذلك، وهذا مأخذه العقيدة. وهل مجرا قس على هذا ما يشبهه. بعد أن تحدثتم عن تحديد المرجعيات الأساسية لمعرفة الأصول الفقهية، من أراجع مرجعية منها الاعتبارات المرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر. بعد أن تحدثتم عن تحديد المرجعيات الإسلامية لمعرفة الأصول الفقهية، أرجع مرجعيات منها الاعتبارات. من أرجع مرجعيات من الاعتبارات؟ شنو أرجع مرجعيات من هذا غادي ندير ليه التوجيه، ولكن هذا الرجل يستوجب أن يعطيني شيئا أنا سأتكفل هنا بمذهب سيبويه. أرجع غادي نجاوب ما كاين مشكل في الله يشكون. أرفعها ياك لقيت هذا اللي قال هذا الشيء. من أرفع المرجعيات منها الاعتبارات، أرجو المرجو من فضيلتكم توضيح هذا الأمر وشكرا. الاعتبارات، نعم يجب أن هذا المسألة تحتاج إلى الاعتبار. الاعتبارات الشرعية هي التي تدرك بالاستقراء، وذلك أننا نتتبع أحكام الشرع في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب المعاملات، ثم نجد أن الشرع يعتبر أمرا معينا في الأحكام. دائما يعتبر العدل، دائما يعتبر مثلا زرع المحبة بين الناس، دائما يعتبر رفع الضرر، دائما يعتبر إقامة شريعة العبادة له وتوحيدها في النفوس. هذه الاعتبارات هو ما قال نعتبرها، ولكن نجده يعتبرها. هذه غير أمثلة عامة، وإلا فهو يعتبر أن المعزوم شرعا كالمعدوم حسان، ويعتبر قاعدة الاستحالة. وجدنا آلاف مثلا من المسائل بالاستقراء أنه دائما يعتبرها. كلما وجد ذلك الأمر تنقوا الحكم على وفقه، كلما وجدنا ذلك الأمر هذا كتسمى الاعتبارات. هذه هي التي تستخرج وتوضع وتبنى عليها الأحكام الفقهية. مثلا قضية انقلاب الأعيان، معنى انقلاب الأعيان أن الشيء قد يكون له حكم ثم ينقل إلى حكم آخر فيكون له حكم جديد. مثلا قضية الماء الذي يصعد وهو نجس في ما يكال كالزرع مثلا، وكذلك هذا الدم الذي يستحل إلى اللبن، وكذلك هذا الدم الذي يستحل المسك. دائما هذه القضية ديال الاستحالة الشرع يغير الحكم بعدها. كلما استحال شيء إلى شيء آخر نجد أن الحكم الأول يسقط والحكم الثاني يكون على خلافه. إيش كيديروا الفقهاء؟ كيبقوا يتبعوا هذيك الأمور ديال الانقلاب، تنقل هنا ولا هنا حكم له بحكم، تغير هنا إلى هنا حكم له بحكم. قالوا إذا كان هذا الأمر ينظم كثيرا من المسائل اعتبره الشرع وبنى عليه الحكم، أجيوا خرجوه ضبطوه بالقاعدة، اسموه قاعدة فقهية. وهذه كلها قاعدة فقهية. هادشي كيفاش كتبنى القاعدة الفقهية؟ هذه هي الطريقة باش كتبنى. تيراقبوا الأمور في الأبواب وفي المسائل حتى كيخرجوا قاعدة عامة تضبطوها بالقاعدة يضعونها، وكيقول لك هاين فين رعاها الله، فين رعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فين رعية في الشرع. مو هادشي كيقول هذا هو ناخذ الدل على الكلام، ها فين رعية كذا، فين رعية كذا، حتى كيتبتوها كتسمى الاعتبارات الفقهية. من العلماء من يرى بأن هذا مسلك يجب اتباعه، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وجميع من فقهاء الأمصار وفقهاء التابعين والصحابة، ومنهم من يرى بأن هذا الأمر لا يجوز لنا اتباعه، ولكن نترك الأمر على الأصل فقط، وهذا مذهب الظاهرية. هذه ما يسمى بالاعتبارات الفقهية، والكلام فيها يحتاج إلى مزيد من التحقيق.
من عوارض الأمر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هل هذا هو تحقيق في الأمر؟ لأن من المحققين كابن تيمية وابن القيم الشنقيطي رحمهم الله أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. المحققون ماشي هذا الذي يقولونه. تحقيق، ما هو التحقيق عندك في هذه المسألة؟ التحقيق يجب أن نعلم بأنه إعطاء الحكم على وفق الدليل، هذا هو التحقيق، أن تعطي للشيء ما يستحقه باعتبار الدليل. النهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، هو غادي نشوفه بالمعايير اللغوية والمعايير العقلية والمعايير الشرعية، واش فعلا هذا الأمر موجود. غادي نرجعوا لعلم الوضع لأنه هو الذي نبدأ به. هل الأمر نهي عن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ تقولوا لا يمكن أن يكون نهي عن ضده، لأن الأمر وضع للطلب والنهي وضع لطلب الترك، هذا وضع لطلب الإيجاد وهذا وضع لطلب الترك. إذا كان النهي نهي عن ضده فبأي وجه دل عليه؟ اللغة لا تدل عليه، من الناحية الشرعية المسائل الشرعية تقرر بحسب الأدلة، من الناحية العقلية هذه مسألة لا نناقشها لأنها تتعلق بما يسمى بضرورية الوجود. من اللي كان بحثوا هذه المسألة ما كان بحثوهاش بضرورية الوجود، لأن ضرورية الوجود لا بد منها، أنه لا يمكن أن يترك هذا إلا بفعل هذا، هذا معلوم، ولكن واش هو من دلالة اللفظ ولا من مقتضيات الواقع؟ إذا كان من مقتضيات الواقع ما كيدخلوش في الدلالة، كيدخلوش في الدلالة، هذاك تيقول لك ما جاش من جهة اللفظ، هذا جاء من جهة الخارج، وما جاء من الخارج ينسب إليه وما جاء من اللفظ ينسب إليه، والتحقيق أن اللفظ لا يقتضي هذا الحكم، وهذا هو الظاهر والله أعلم. سينسخ بعضها. الاختلاف في بعض الآراء والفتن بعض العلماء الإخباريين، يعني أنهم مجتهدون أيضا. ما هو المناط في تحديد العالم الإخباري من الأصولي خصوصا بين المتقدمين؟ كيف السبيل؟ أشحال من تسأل كنا كيف السبيل رجوع قوتها تسألوا على شيء تبدأ لكم سألوا هل الدكين كنتم لا تعلمون، وهل كان قصد ابن حزمين السؤال الإنكاري؟ وجزاكم الله أن خير. أولا فيما يتعلق بالإخباريين، هذه المسألة دي الإخباريين راها ما كانش واحد سميته عالم إخباري هكذا، ولكن كان العالم الأثري الذي لا يقول ببعض أصول الفقه، هذا هو اللي كاين. وهذا النوع من العلماء وهذا النوع من المتكلمين في الدين ما كيدخلهمش في الفقهاء، كيعتبرهمش من الفقهاء نهائيا، ولذلك أنكروا أن يكون الظاهرية من الفقهاء، يقولون ليسوا بفقهاء وإنما هم رواة أخبار ونقلة آثار، لأن الفقيه يشترط فيه أن يبدأ في تلك المسائل التي تتعلق بهذا الذي ذكرناه أولا، بالاعتبارات الشرعية والمناطات ومقاصد الشرع إلى غير ذلك من الاعتبارات التي يخرج بها الإنسان من صفة العمي إلى صفة الفقيه. لذلك شنو هو الإخباري؟ الإخباري هو الذي تسأله عن أمر من أمور الدين ويذكر لك أثرا ويفتيك بأثر أو يفتيك بحديث، ولكنه لم يستعمل طريقة الجمع ولم يستعمل طريقة تحديد الدلالة ولم يستعمل طريقة شروط التنزيل. شيء كنشوف دابا هذا كان دابا في المجتمع الدرس الفقهي الآن راه هو هذا هو الغالب، أنه إنسان ينزل الحكم على الجزئية لم يحقق في دلالة اللفظ في المهيات، لم يحقق في الجمع بين الأدلة، لم يدقق في شروط التنزيل، فقط يأخذ الدليل وينزله، هذا هو الإخباري. وهادو راه هم الذين أدوا إلى أن ظهر بتطرف ما يسمى بالمقاصديين، أن هؤلاء
بالغوا كثيرا في تنزيل اللفظ بدون أن يلاحظوا شروط التنزيل ولا موانع التنزيل ولا طرق الجمع ولا التفصيل ولا أي حاجة، فقط يقول لك هذا الحديث هذا ومكانه. أليس عندك تفصيل في المسألة؟ ألا ترى بأن أدلة أخرى يجب أن تشاركنا في الفقه؟ ألا ترى بأن يجب أن نحدد المفاهيم اللفظية كذا؟ كل هذا لا يعرج عليه، فقد ينزل ذلك الدليل على تلك الجزئية بدون أن يستكمل شروط التفقه، وبذلك هؤلاء لا يعدون من أهل العلم على الوجه المطلوب. اجتبا لغالب الآن في هذا الزمن الذي نحن فيه أنك تجد إنسانا يفتي الناس، فإذا سئل عن الدليل يذكره، وإذا سئلته كمل الفقه كمل لكن أدلة أخرى تشاركك في المسألة يأتي بها وننظر فيها، وحاول أن تنظر في الحقائق، وحاول أن تفسر المراد، وحاول فقط يأتي اللفظ ينزله. يعني قد يكون الحقيقة شرعية ونزلها لغوية، قد الحقيقة تكون لغوية ونزلها شرعية، قد الحقيقة تكون فيها نزلت مع أدلة أخرى تفسرها وينزلها. هذا هو الدرس الفقهي الآن في الشرق الإسلامي، وهو في الحقيقة أدى إلى أمور خطيرة بلا ما ندخل في التفاصيل. وقضية التنزيل مثلا، أن بمجرد الإنسان ما يتكلم في مسألة يقول لك هذا الآن ترك أصلا من أصول أهل السنة. إذا قلنا له من أين عرفت أنها أصلا من أصول السنة مع أن المذاهب الفقهية مجمع على العمل بها؟ تقول لك أنت مبتدع، أنت كذا. يا أخي مشي معي أنا معك، معي مدلين معك في الدليل، غير سير حتى الدليل الأخرى ماشي مجمنا ومجمنا ليلة ألف ليلة وليلة، رحتهم في البخاري ومسلم، رحتهم أخصنا حضرهم ماشي رمك راه الدين ديال الله تعالى، راه ماشي انت ولا انا ولا واحد غادي نبقاو ننتقيو في النصوص. جمع 10 النصوص الى كاينين، جمع 15، جمع 14، جيب لي القواعد، جيب لي شروط التنزيل. راه شروط التنزيل من تمام الفقه، راه ماشي انا غادي نهز الدين ونزلو بدون انا اعلم هل هذا الدليل ينزل في هذه اللحظه او لا ينزل، هل فيه تمام الشروط وارتفاع الموانع، فقط كيدي كينزلو. وهذا في الحقيقه أمر لا يمكن إلا أن يوصف بأنه خطأ. وعلى كل حال، فإن هاد الإخباريين، هاد الناس غير اللي هما كيحكيو الآثار والأخبار، ما تقول مثلا شي واحد شي فتوى تقول لك هذا على خلاف قول عمر، وأنت لست أفقه من عمر، وأنت ألا أنت أحسن من عمر بن الخطاب، وأنت والله إلا أنت واحد مبتدع ما كاين بحالك على خلاف. تقول واخا أنا ما أظن أن عمر بن الخطاب سيخطر ببالي أنني أنا أحسن منه ولا أعلم منه ولا أحتقرب منه، هذا الشيء ما كاينش. ولكن يا أخي راه قول عمر بن الخطاب راه غادي نديرو نحطوه ونقوموه ونشوفو التقويم ديالو في ميزان الشريعة شنو هو، فين غادي نديروه. راه قلنا في الصباح خصنا نحددو الأصول، فين القسم غادي نديروه؟ قول الصحابي إذا خالفه صحابي أجمعوا على أنه ليس حجة، إذا كان إجماعا سكوتيا قالوا بأنه ضعيف، إذا كان إجماعا تركيا قالوا لا حجة فيه، إذا كان إجماعا قوليا إذا أتيت بهذا الإجماع القولي فعلى الرحب والسعة. وأما أن تقول لي فقط بأن فلانا فعل وأنا أترك أدلة العامة والأدلة الخاصة وقواعد الشريعة التي استخرجت من كتاب الله بقواعد ثابتة من أجل أن أترك هذا، فهذا لا سبيل إليه. وبذلك فإن هذه المسألة تحتاج إلى تقرير الفقه فيها ورد الاعتبار لأصول الفقه على الوجه الذي كان عليه. لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، لا تعارض بين النصين أصلا، لأن وحكم ابن حزم بإلحاد السائل في الحلال والحرام وبين قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعارض بين النصين في القرآن، لأن النبي سأل طلب أن لا يسأل عن أشياء ليست مطلوبا العلم بها، هذا هو الذي قصد، أن يسأل الإنسان عن أمور إذا أخبر بها قد يكون فيها شر، وهذا من باب تحريم طلب الأشياء التي ليس من ورائها عمل وليس من ورائها منفعة وقد يقع فيها الصدام. دابا الإنسان اللي بقى كيبحث عنده واحد الصديق كل صباح تيجي تيسول الناس اش بان لك فلان، واش باقي كتعرف بانه ما كيكرهني ياك، وخيلا كيكرهني وغدا تلقى شي واحد يقول لك معلوم ما تيكرهك، ها
ما بقاش يشوف فيك الشفاء. اشنو دابا جدي؟ اشنو دابا اللي خديتي؟ اشنو استفدتي؟ استفدتي الشر. هذه الامور التي امرنا بان نتركها لانها لا يتعلق بها علم ولا يتعلق بها مصلحه هي التي نهينا عن السؤال. الله تعالى ان تبدل لكم تسؤكم. اما المسائل التي ان تبدل لنا رشدنا بها الى الحق وعرفنا بها دين الله ووصلنا بها الى المطلوب في السبيل الذي نسلكه فهذا واجب شرعي لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وبذلك يدخل قوله تعالى واسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما ابن حزم فالكلام معه طويل حتى نصل لشي نهار وغادي نحضروا معاه ان شاء الله رحمه الله. في إثارة الكلام عن دلالة القول على الحكم ذكرتم بأن العلماء في ثلاث مذاهب وفي عصرنا هذا كثير قيل والكثير من الأحكام باسم المقاصد ومنهم من يضيف الحكم باسم عدم جواز الانحياز عن ظاهر اللفظ. فما السبيل إذن حتى نفهم هذه القضية ونتعامل مع الوحي بالطريقة المرضية؟ أولا القضية ديال هذه المسائل الأصل فيها هو اللفظ، هذا هو الذي يؤخذ منه حكم الله، والذي يتعلق بعلم المقاصد راه غير وسيلة من وسائل فهم هذا النص، راه ليس دليلا مستقلا. مثلا إذا فهم المرء من أمر شرعي بأنه قصد به مثلا الألفة، قصد به مثلا الأمر معين في الأسرة، وجاء إنسان وحمل قوله تعالى مثلا وبالوالدين إحسانا وأراد أن يجعله وسيلة من وسائل الظلم والطغيان ومحاربة الأولاد وإقصائهم وضربهم، تقول لك وبالوالدين إحسانا، لو الوالد راه هذا الشيء ظلم بزاف، كيفاش وبالوالدين إحسانا ما عرفتيه؟ ولكن وبالوالدين إحسانا ما المقصود منه شرعا؟ أليس المقصود منه شرعا هو أن هذا الرجل إذا بلغ ما بلغ من العمر احتاج إلى الأولاد أن يعينوه ويرحموه ويرفقوا به ويقضوا حوائجه لأنه في حالة يحتاج فيها إلى هذا الأمر. ثم إن المقصود بهذا أصلا هو الألفة بين الأسرة والمحبة والخال وإعانة، يا رجل جمع الأدلة الأخرى ونزلها معك مع الآية لا ضرر ولا ضرار، إن الله حرم الأذى، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها تحريم الأذى والضرر، انزلها معك هنا وأدلة أخرى وعادي تعرف المقصد. إذا عرفت المقصد من جمع الأدلة فستهتدي بهذا إلى حكم الله في هذا اللفظ. إذا لم يعرف هذا المقصد صرف اللفظ إلى الظلم والطغيان وسير بالدين إلى خلاف ما قصد له. دابا الناس يقولوا لك أسيدي الإسلام أعطى لفلان حقوقا كذا إلى آخره، له الحق أن يأكل أموال الناس وأن يستعبدهم وأشهد هذا هو الإسلام. المقصد من تلك النصوص التي وردت في حقوق الذين يتولون الأمور هم أنهم يعانون على ما يوصل إلى الخير ويؤدي إلى إقامة الحق بين الناس، ولا يوجد في ذلك بتاتا هذه الأشياء التي ترتبت على هذه الأدلة، وذلك لأن علم المقاصد لم يستعمل معها لتفهم. أما بناء الأشياء على المقاصد فإن لكل جزئية كلاما ولكل مسألة طريقها التي تبنى بها، إذا اقتضت المقاصد فيها الحكم فكذلك، ولكن لا يمكن أن نفصل المقاصد عن النصوص سواء من حيث التشريع أو من حيث البيان. بالنسبة للخلاف فيما الأمر يفيد الوجوب أو النهي يمكن القول إن القرينة تكون خادمة أو حازمة في ذلك، وبالتالي يتبدل الخلاف. القرينة هي لا تزيل الخلاف إلا في الفقه ولا تزيله في الدلالة. نعم القرينة إذا وجدت فإنها ترفع الخلاف في الفقه، ولكن في الأصول الفقه هذا الخلاف يبقى ولا بد من تقريره على وجهه، هذا هو الأصل في هذه المسألة. أن نفهم اختلاف الأصوليين في تقسيمهم لدلالة اللفظ سيما تقسيم الأميدي، وتختلف عن تقسيم الغزالي وغيرهم. هنا السؤال المؤلف رحمه الله الشرط الأول في كتابه وصحة السند للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بدأ بصحة السند وتغافل أوجه القراءات المعتبرة؟ ذكرتم أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن اللفظ يقرأ
من الجهتين منطوق المفهوم، وكذلك يوعدنا إلى بذلك علما أن وجه الاختلاف إنما يكون في تحديد وجه الجهتين للاختلاف في وجه الدلالة فيهما، وكيف يمكننا أن نفهم اختلاف الأصولين في تقسيمهم لذلك الأفراد، سيما تقسيم الآمدي والذي يختلف عن تقسيم الغزالي وغيرهم، فما محل هذا الاختلاف في التقسيم في تحديد الجهتين التي ذكرتم وزمون ظاهرة؟ أولا الشرط الأول أنه أن يبدأ بأوجه القراءات، هذه لا علاقة لها بمبحثه، لأنه هو يتحدث عما يكون به الدليل حجة، وما يكون به الدليل حجة هو الإسناد، ولذلك ذكره واعتمده وبحث فيه وذكر عوارضه. أما أن اللفظ يقرأ من الجهتين فهذا ذكرته على سبيل مذهب الجمهور، هكذا قلت بأنه يقرأ ولا يقرأ، قلت مذهب الجمهور أنه يقرأ المنطق والمفهوم، علما بأن وجه الاختلاف إنما يكون في وجه الجهتين. أنا ما فهمتش هذا السؤال، كيف يكون أن وجه الاختلاف إنما يكون في حد وجه الجهتين؟ من يقول بالمفهوم يقول بالمفهوم، ومن لا يقول بالمفهوم لا يقول بالمفهوم. وجه الدلالة هنا تتعلق بماذا يحمله اللفظ، هل يحمل حكما واحدا أو حكمين أو ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام؟ إذا كان يحمل ثلاثة أحكام فإن هذا يقال بأن فيه ثلاثة أحكام، إذا كان فيه حكمان يقال بأنه في حكمين، إذا كان في حكم واحد يقال. وهنا اختلفوا هل يمكن أن نقول بحكمين أو بحكم واحد أو بثلاثة أحكام، هذا محل الاختلاف بينهم. اللي هو مهم في هذه المسألة أن هذه الجهتين أو الثلاثة أو الواحدة لا يجوز لك أن تلزم الناس بأحد هاتين الجهتين، ولا يحق لك أن تفرض على الناس قولا واحدا في ذلك، وإنما يجب عليك أن ترجح ما ظهر لك رجحانه، وتترك للذين ظهر لهم خلاف ذلك أن يذهبوا إليه. لا تلزم الناس بأصل معين في هذا. لماذا؟ لأن هذا الأمر كان قديما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وافترقت الأمة على اختيار هذه المذاهب. الآن إذا تجر إنسان وقلب الجهتين وذكر المفهوم وذكر المنطوق ولا ذكر المفهوم والعلة وما شبه ذلك، تقوم عليه الساعة، هذا سيدي خرج على اللفظ، هذا خرج على النص، هذا إنسان لا يأخذ بظاهر القرآن، هذا يخالف السنة، هذا يخالف كذا إلى آخر ما هنالك. وهذا هو الذي نحتاج إليه الآن، ندرس هذه الجهات، ندرس الأدلة ديال هذين الجهتين، نعرف واش كان هذا في زمن ديال السلف، نعرف الفتاوى ديال السلف التي بنيت على هذا، نعرف الجهة الثالثة ماذا بني عليها، نخرج هذه الأمور تخريجا كافيا، ونقف على معالم الفقه ونمضي عليها، وعندئذ لا نفرض على الناس شيئا بعدما تقررت أدلته. ذكرتم أن الدليل ينظر فيه من عدة جهات، ومن بينها جهة المفهوم، ومفهوم قوله تعالى الزانية والزاني فجدوا كل مئة جلدة، عندنا مفهوم المخالفة بماذا يأخذ الأحناف عندما لم يأخذوا بالمفهوم، لم يأخذوا بالمفهوم يأخذون بالاستصحاب، ولهذا الاستصحاب عند الحنفية أوسع من يأخذ به، هم عندهم المسحب هو أكبر من يأخذ به الاستصحاب. لماذا؟ لأنهم يجعلونه في موضع مفهوم المخالفة. وهذا مذهب أيضا الظاهرية، ويقولون بأنه إذا قال الرجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، يقول فقهاء المذاهب المالكية والشافعية والحنابلة في كلامه حكمان، الحكم الأول إن دخلت طلقت، الحكم الثاني إن لم تدخل لا تطلق، هكذا يقول المذاهب الثلاثة. الظاهرية والحنفية يقولون لا، في الكلام في حكم واحد وهو حكم دخولها فقط، أنها إذا دخلت طلقت، أما إن لم تدخل ماذا سنفعل بها؟ قالوا لا تطلق، ولكن بماذا؟ ليس بهذا اللفظ، باستصحاب أنها زوجة في الأصل، وهذا هو الفرق بينهما، ولذلك توسعوا في الأخذ بالمفهوم. كيف الحصول لتحصيل هذا المتن بحيث يمكن تدريسه وهي المدة المعينة على ذلك؟ كيف الوصول لتحصيل هذا المتن؟ شوف نفس هذا المتن يمكن تدريسه ويمكن تحصيله، غير نعرف واحد القضيه، تو هذه المسائل هذه راه الا اخذناها بالطاعة
الطريقة ديالها، وبدأنا من حيث يجب أن نبدأ، وصبرنا على الأمور درجة درجة، فسيكون هذا المتن بالنسبة لك قطرة مما حصلته في هذا العلم. هذه الحقيقة، رأى ليس هذا الأمر بمستبعد أو مستغرب أن يكون هذا محصلا ويمكن تدريسوه ويمكن تعليموه ويمكن التعليق عليه ويمكن تحقيقه، كل هذا سهل، ولكن يبقى هذا الأمر في الاستمرار والصبر والقراءة بالتدريج. أن دابا المشكل أنا ما كيتقراش بالتدريج، قدم الطالب مثلا تيقريوه دلالة 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 واحد سميتو وفا سميتو المرة كيقراوه القياس، لا ما مشاش هذا الطريقة اللي غيفهم، لا ستقري هذا هو المجموع ديال المسائل، ها أين يبدأ الكلام، ها المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، كمرت الكتاب بركة، نفس الشوية بدأ في السنة، كملت السنة بدأ في الإجماع، كملت الإجماع بدأ في القياس، إلى عندك الأصول الأخرى راه كتمشي فيها حتى كتكملها، ثم ترجع بعد ذلك وتوسع البحث والنظر وكذا وهكذا، يذهب الأمر إلى تحصيل هذا الكتاب. هذا الكتاب ليس من الكتب التي هي بعيدة أو عويصة، هو كتاب سهل ما مشكلة. ذكرتم علم الأصول وسائل القواعد فحبذا، وذكرتم من هذه القواعد جزاكم الله خيرا. من هذه القواعد التي أسس عليها علم الأصول القواعد القلبية، ومنها القواعد العقدية. القواعد القلبية منها أولا الاحتياط، الاحتياط من القواعد التي تتحكم في أصول الفقه، وإذاك تجدهم في بعض الحالات إذا لم يكن الخوف يستعملون الاحتياط، ومن ذلك براءة الدماء، ومن ذلك قاعدة اليقين. هذه كلها تجد عند الآمدي في مبحث الأمر، فارجع إلى هذا تجد فيه هذه القواعد، وإذا نظرت في غيره وجدت غير هذه القواعد إن شاء الله. هل كل احتمال يعتبر، ومتى يكون كذلك، وهل احتمال وضع اللغة اصطلاحا وضع توقيفا يعتبر؟ هل كل احتمال يعتبر؟ نعم، إذا لم يكن احتمالا مجوزا عقلا واللفظ لا يقبله. عندنا جوج الاحتمالات، عندنا الاحتمال الذي يؤخذ من اللفظ، وعندنا الاحتمال الذي يجوزه العقل فقط ولكن اللفظ ينفيه. مجرد التجويز لا يقبل، ولكن الاحتمال الذي في اللفظ والاحتمال الذي في الدليل والاحتمال الذي في محل الحكم هذا معتبر ولا بد من دراسته وبحثه. وهل احتمال وضع اللغة واصطلاح وضع توقيفا يعتبر؟ يعتبر في بعض المسائل الفقهية التي لها أثر في ذلك، أما هو من الناحية الدراسة الدلالية لا علاقة له بهذه المسائل الجزئية والفرعية. لماذا لم يأخذ الأحناف بالمفهوم المخالف في تنظيراتهم الأصولية مع توسعهم في العمل بالقياس الذي يعتبر نوع قياس العكس فيه شكل من أشكال العمل بالمفهوم؟ هل يصح أن يقال بأن هذا الكتاب مختصر في مسائل علم الأصول لا في علم بناء فروع الأصول أو في كتاب التنزيل؟ ما هي الكتب التي تعنى بتكوين ملكة الأصول والفقهية؟ لماذا لم يأخذ الأحناف بالمفهوم المخالف؟ لأنهم لا يرونه حجة، وكتبهم قد أوردوا فيها الأجوبة عن هذه المسألة وراه ذكروها واستقصوا فيها، يمكن الرجوع إليها. هل يصح أن يقال بأن هذا الكتاب مختص في علم الأصول؟ هو مختص في علم الأصول وكذلك في علم بناء الفروع على الأصول والأشياء التي ضمنها الكتاب، أنه يقال لك هذه قاعدة أصولية وهذا ما بني عليها وهذا معنى بناء الفروع على الأصول، هو يذكر لك أصلا ويذكر لك بعض الأمثلة التي بنيت عليه وهذا معنى بناء الفروع أو كتب التنزيل. لا فرق بين كتاب التنزيل وكتاب بناء الفروع على الأصول، لا فرق بينهم، لأن التنزيل هو تنزيل القاعدة على الجزئيات، وبناء الفروع على الأصول هو تنزيل القاعدة على الجزئيات، لا فرق بينهما. أما الملكات تعلم بملكات الأصولية ذكرناها البارح في ما سبق. كثيرا ما يذكر المصنف المحققين من الأصولية، فمن يقصد بهم؟ يقصد بهم في كل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه، مرة يقصد به الأشاعرة، ما يقصد به المالكية، ما يقصد به الشافعية، كل مسألة بحسبها، ما عندوش مصطلح دائما ينطق به في كل مسألة، وذلك هو الظاهر من كلامه. هل صحيح جمهور العلماء يذهبون إلى أن الأوامر في الأدب تفيد الاستحباب والنواهي فيها تفيد نعم، ذهبوا إلى هذا بعض المالكية، مش جمهور العلماء، يعني الذي أعرفه أن الحنابلة
وأن الظاهرية لا يقولون بهذا القول ولا يعتبرون الأوامر على الآداب قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره. هل مراد التلمساني بمفهوم بمعقول الأصل الاستصحاب أو الاستحسان باعتبار أن الاستصحاب ليس دليلا وإنما هو من عمل المجتهد؟ هذا فسره في الأصل وقال بأنه الاستحسان، أذكره في آخر الكتاب وبينه وذكره باسمه. كيف يخدم علم الكلام علم أصول الفقه وما هو أخذ طالب العلم منه؟ علم الكلام ماذا نقصد به؟ علم الكلام ما هو المقصود به؟ علم الكلام علم مركب فيه المادة وفيه المنهج وفيه القواعد. إذا كنا نقصد بعلم الكلام العقائد فهذا أمر مفروغ منه أنه لابد منه في علم أصول الفقه، لأنه لا يمكن لي أن أنظر إلى كتاب الله إلا بعقيدة أنه من عند الله، ولا أن أنظر في كلام رسول الله إلا باعتبار أنه كلام رسول لا يمكن أن يقع الباطل منه. هذا معنى أننا نأخذ علم العقائد إلى علم أصول الفقه. أما علم أصول الفقه راك عارف بأن ما فيه من المناهج هي تتعلق بألوهية والربوبية والإمكان والحدوث وتقاسمه والبعث والنصر وبماذا يبقى وحدوث العالم والخلاف الشديد بين المتكلمين وبين الفلاسفة في الإرادة في هذا الذي ذكرناه في الحدوث في الإمكان في الممكن. كل هذه الأشياء لا تحتاج إليها في علم أصول الفقه، معلش غدر بهذا الشيء، هذه أمور فلسفية ذكرت هناك وبقيت هناك لا حاجة أن تحملها إلى علم الأصول الفقه، لا تحتاج إليها. فهمنا منكم من عنق الفتوى أرجو التفصيل. كذلك إذا تعرضوا للأسئلة الشرعية من طرف الأقارب والأصدقاء فلا يجوز إجابتهم بما به من تقليد، نتدين به من تقليد. ودب الفتوى على حسب فيها مراتب بحالها بحال سائل الأحكام الشرعية. إذا وجبت عليك الفتوى وتعينت عليك فأنت ستبذل الجهد في أن تبحث عن حكم الله، فإن كنت حصلت عليه من الأدلة الشرعية فهذا هو المطلوب، وإذا كنت عجزت عن ذلك ورأيت بأن هذا الأمر يتعدى فلتسأل من يتعلم بأنه يتحرى الصدق وفيه الأمانة العلمية وأنه ينظر في الأدلة على طريقة المطلوبة، فتسأله فما أفتك به مع هذه الصفات فافتي به الناس. أما إذا كنت لا يجد من يستفتيه ولا يوجد من يرى فيه هذه الصفات فإنه يجيب بما يراه صوابا، ويعد هذا من باب إباحة المحظورات، وهذا الرجل عنده الرخصة لأن الفتوى لا بد منها وتؤخذ على أدنى درجاتها في هذه المسألة. إعمال القواعد الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي، ما هي بعض الكتب المسعفة في هذا البحث؟ تقصد بالغرب الإسلامي البلد الذي فيه القرويين وفيه القيروان وفيه الأندلس، إذا كنت تقصد هذا فهذا كثير. يمكن أن ترجع إلى التبصرة تبصرة ابن هذا اللخمي، ويمكن أن ترجع إلى شرح تلقين المازري، وقد ظهر أيضا كتاب مهم جدا في هذا الباب وهو عيون الأدلة لابن القصار، قالوا بأنه طبع فيه ما طبع. وكذلك أيضا كتاب الفندلاوي معروف مشهور نعم التهذيب. وكذلك أيضا يمكن أن تنظر في كتب هذا ابن العربي، فهو له عناية بهذه المسائل ويمكن تجد ثروة علمية كافية في هذا الباب، وما لم نذكره أكثر كالباجي وغير ذلك. أن على المفتي أن يبين أصوله، فما الغاية عن إظهار هذه الأصول بالنسبة للمستفتي؟ ما قلناش أن يبينها، قلنا غير خص يكون عالما بها قائمة بنفسه استقرت عنده الطمأنينة بها، وعرف أنه إذا عرض له أمر من الأمور أن عنده مخرجا فقهيا في كل جزئية تعرض وفق هذه الأصول، هذا الذي ذكرناه، وليس أن يظهر ذلك للمستفتي. مفهوم الحقيقي للقول بتجديد أصول الفقه، التجديد تقدم أن ذكرنا مرارا
بأن تجديد أصول الفقه هو هذا الذي نحن فيه، هذا هو التجديد، أن نحصله ونحققه ونفهمه ونقيمه في الناس. فتجد هذا الطالب الدارس للشريعة يعرف أصوله ومآخذ الأحكام منها والطرق المبتوتة فيها والمقررة فيه، فهذا معنى تجديد أصول الفقه. أما التوهم بأن أصول الفقه نزيد منها أو ننقص، فهذا أمر لا سبيل إليه بلا محن به حتى واحد. أرى هذا الشيء دابا ديال المثقفين راه غير كيحلموا، راه ما يمكنش. المسائل المنقولة وحتى الصلاة غادي نزيدوا فيها، حتى الزكاة غادي نزيدوا فيها، الحج حتى هو نزيدوا ليه شي بركة نظرا لأن العصر، والصوم نقصوا فيه ماشي نزيدوا فيه الصوم لأنه العصر. هذا هو التجديد ديال الدين، هذا لها اللعب. هذا عرفت شنو هي أصول الفقه؟ راه أصول منقولة ومحدودة ومعروفة ومضبوطة، وإذا أردت أن تأخذ بأصل من الأصول يجب عليك أن تأخذه من القرآن ومن السنة بطريقة مشترطة في ذلك، وتخرجوا وتعرضوا. راه قلنا لكم بأن أئمة المذاهب اختاروا أصولا ولم يقبلها الآخرون ولم يدخلوها في كتبهم. أنا كيقول لك لا راه ربما هذه المسائل يجب وخسدي. أشنو هو السبب ديال تغيير علم أصول الفقه؟ ما المقصود منه؟ أشنو المراد منه؟ ما هو المراد؟ يا سيدي احنا دابا في الصباح كنقراو فيه على الأمر، أن نحمله على الوجوب ولا نحمله على الندب ولا نحمله على كذا. أشنو المراد من تغيير هذا؟ أشنو علاقة هذا العلم هذا بما يسمى الآن بتغيير أوضاع الناس؟ راه علم الأصول الفقه ما عندوش علاقة، راه قلناه مرارا، راه ما عندوش علاقة بتغيير الواقع. راه اللي كيتغير بتغيير الواقع هو الإفتاء. راه الإفتاء هو الذي يتغير، هو الذي يراعي أحوال التي يجب أن تراعى. أما أصول الفقه راه ما عندهاش علاقة بهذه الأشياء. مرارا وتكرارا قلنا بأن أصول الفقه لا علاقة لها بهذه التغييرات التي حدثت في الزمان ولا في المكان، ولا يتأثر بذلك لأنه عوارض الألفاظ ماشي عوارض البشر. أرى اللي كيعتني بالتغييرات التي تقع على الإنسان والنفس والمجتمع والاقتصاد هو الفقيه، هو اللي عنده العمل في هذا الباب. أما الأصولي أرى عنده علاقة بعوارض الأصول، كيحدد الأصول الفقه وكيحدد العوارض، لا علاقة له بتاتا بأي شيء من الأشياء التي تحدث في المجتمع نهائيا، لأنه لا ينزل النصوص على المكلفين. هو راه ما عندوش علاقة بهذا الموضوع. أرى هذه الأصول إذا بغيت ننتقدها خصك تنتقد اللي وضعها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. راه هذا ما تيوضعوا والو، راه ما يمكنش يتغير شي أصل إلا ما جا شي نبي جديد. وعلى كل راه كاينين أنبياء جدد كاينين، والله إلا كيهضروا معنا حنا بواحد اللغة ديال الاستحمار ما كاين بحالها في الوجود. استحمار بمعنى الكلمة، تجي تقول لك ونحن سننتقد هذا الأصل لأنه أصلنا كلا عليه الدهر وشري. شكون هذيك هذا؟ الأمر للوجوب هو الذي كلا عليه الدهر وشري؟ شكون هذا الأصل الذي كلا عليه الدهر وشري؟ والرجل دابا واقيلا بالسكرة حتى ما بقاش كيشوف حتى حاجة، وجا كيبان ليه كتبان ليه شي خيالات وشي أوهام، وتكتب داك الشطحات ديالو. او سيدي حنا مجددون يا هذا، بشويه عليك بشويه عليك، راه غير باش نفهموا غير فين غادي دابا انت وكان. راه الحاجه اللي ما تعرفوهاش هاد الناس وما تعرفوهاش المثقفين، ان كل حركه من الحركات اللي كتوقع في هذا الدين راه ما كتوقعش حتى توصل للنبي صلى الله عليه وسلم. راه مساكن راه مسطيين، راه الا ما هضرش النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما نقلوا عليه انه الجواز، ولا حنا كنقلبوا في السند والسند والسند. علاش كنقلبوا في السند؟ باش نعرفوا واش فعلا هذا الشيء متصل به ولا ما متصلش به. راه واحد الانسان اللي يمكن يغير اصول الفقه ويبدلها
هو النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم راه توفى، بقى غير الصداع واللغط، راه ما بقى حتى حاجة كتسمى تجديد الفقه بهذا المعنى نهائيا. النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله إليه، ما بقاش نحلمو، بقاش نهضر. أنا دابا العجب، العجيب أسيدي تلقى الكلية قدها قد السماوات وتلقى سيدي الأستاذ وكتشوف شي هضرة بسم الله الرحمن الرحيم، بقى سيدي يجيبو إحياء إبداع في الدين. ها راه هادي ماشي قصة قاصرة ولا رواية، هذا راه خصك تعرف شنو هو الإبداع في الدين. راه الإبداع في الدين يؤدي إلى جهنم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار. فين غادي؟ شنو الإبداع في الدين؟ ولهذا المسألة هذا الموضوع غيبقى يغني ويغني ويغني وحتى يخرج عيسى بن مريم وغادي يقول لهم لا تجديد، لأنه سيقرر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في علمكم، لا تجديد ولا حاجة. هل يمكن أن يكون هناك مداخل للكلام للفقهاء؟ الفقهاء اللي غيتولوا هذا الأمر، الفقهاء عندهم مداخل إلى النظر في المتغيرات وتنزيل الأحكام والنظر فيما يقدم وفيما يؤخر ورعاية أحوال الناس وضرء الفتنة وارتكاب أخف الضررين، ويشوفوا كيفاش يزنوا الأحكام على الواقع باش ما توقع الفتنة، ويحاولوا ما أمكن أنهم يخدموا في مراعاة الضرورة والإكراه الذي عليه المسلمون، ويشوفوا واش المسلمون وصلوا درجة الإلجاء والإكراه أم لا، وغادي يحكموا على وفق ما تقتضيه الأحوال. ولكن أصول الفقه ما عندهاش علاقة بهذا الموضوع. احنا مثلا غادي نكونوا مكرهين على أمور وملجئين إلى أمور وتحت ضغوط، شكون اللي غادي يدير الفقه الذي تقتضيه القضية ديال ارتكاب أخف الضررين أو ارتكاب أخف أو طلب أعلى المصلحتين؟ أرى الفقيه هو اللي مكلف بهذا الشيء، هو اللي غينزل ديك القاعدة المناسبة لهذا، كما ينزل القاعدة ديال المريض على المريض، والقاعدة ديال الصحيح على الصحيح، قاعدة المكره على المكره، حكم الملجأ على الملجأ. إذا وصل الإلجاء تنقذ ذاك الأمر من الذي فيه العزيمة وكيعطيك حكم الرخصة. هما اللي عندهم التغيير، هما اللي غيغيروا الأمور، هما اللي عندهم قاعدة أنهم يجتهدوا. أما أصول الفقه جددناها باش غادي نجددوها، أنا كاع جددناها، شكون اللي غينزل هذيك القواعد اللي فيها على البشرة؟ هما الفقهاء. ولذلك يبقى دائما التجديد في الفتاة، يبقى التجديد في الأحكام، في دراسة الواقع، في علوم النفس مثلا يجتهدوا في إيش يفهموها، في علم الاجتماع، في علم الاقتصاد، كل هذا كاين في الفقه، لأنه يريد أن ينزل حكم الله تعالى كما طلبه الله منه، من غير إفساد ومن غير ضرر ومن غير فتنة ومن غير إثارة ضرر بالعباد. هذه خدمة ديال الفقه وواجب عليه كذلك، والواجب على الفقه أن يفقه الواقع، ماشي توصل الأمور واحد الخطر هو مازال كيلعب بالألفاظ وكينزع عليهم الأحكام التي لا تصلح لهم، ولا الأمة مثلا على وشك الفتنة وباقي كيقول ديك الأحكام التي تؤدي لها. يجب عليه أن يغير الأمر، ويجب عليه أن يدرأ الشر، ويجب عليه أن يحمي دماء الناس، ووجب عليه أن يحفظ أعراض الناس. هذا واجب شرعي، ماشي منات منه، راه إلا ما عملش المجهود ونزل الواقع وحمل بشر وحمل أعراض وحمل نفوس وحمل عن الناس من الدماء، سيحاسبه الله. بيقول لك أنا كنطبق النص، أنت طبقتي النص على غير موضعه. النص لا ينزل إلا إذا توفرت شروطه وارتفت موانعه. إذن فالتجديد يجب أن يكون في الفقه، يجب أن يكون في النظر الفقهي، التوسع فيه ومد الفقه إلى حيث لم يمدد، إلى مسائل مثلا ما يتعلق بمناهج سياسية، ما يتعلق مثلا بمناهج الأسرة، هذه هي المسائل التي يمكن أن يتمدد إليها الفقه، وهذا حقيقة مطلوب، وهذا من باب تغيير الفتوى تغيير الزمان والمكان. أما أصول الفقه فلا سبيل إلى تغيير. ليست لدينا ملكة الاستقصاء ولا سبيل لمعرفة الأحكام إلا بالأخذ من أفواه العلماء وأتباعهم. هذه الأحكام التي تأخذها من أفواه العلماء هي نفسها الأحكام التي تحتاج إليها في الاستقصاء. احنا ما كنقولوش للطلبه انكم تحموا ما لا تستطيعون، ولكن تقولوا كل طالبين وطالبين او خمسه ولا سته يتعاونوا فيما بينهم، هذا يدرس هذا الكتاب وهذا يدرس هذا الكتاب، ويجمعوا ديك الماده، يجمعوا ديك الخير ويجلسوا يشوفوه، ويحاولوا ما امكن انهم يدرسوا هذيك الماده وحطوا. اذا استشكل عليهم شي امر وراوا بانه فيه غموض يسالون،
وإذا سألوا فيها المحلوه وهكذا تمضى السفينة فيما بعد إلى أن يحصلوا ما أراده الله. إذا تفضلت نسألكم مزيدا من التوضيح في مسألة الجمع بين المناسبة مع التمثيل إذا أمكن. الجمع بين المناسبة هي طريقة للمالكية معروفة، استعملوها في باب الصلاة قبل السلام وبعد السلام. أنكم تعلمون أن الأدلة التي وردت في سجود السهو مختلفة، وردت بعض الأحاديث بأن يكون هذا السجود قبل السلام مطلقا، ووردت بعض الأدلة بأن يكون بعد السلام مطلقا، ووردت بعض الأدلة فيها ما يكون قريبا من هذا التفصيل. المالكية نظروا في هذه الأدلة فقالوا هذه الأدلة التي ورد فيها أن يسجد سجود السهو قبل السلام يناسب السهو الذي أدى إلى النقص، لأن السجود داخل الصلاة يناسب أن يكون مكملا لما نقص منها، والذي فيه الزيادة الصلاة التي فيها الزيادة يسجد له بعد السلام، لأن الصلاة كملت والزيادة فيها غير لائقة، إذن فليسجد بعد السلام. هذا هو موضع المناسب لهذا الحديث، وهذا هو الذي يمكن أن يكون محل المراد به، فناسب عندهم قبل السلام ما كان فيه النقص، وما كان فيه الزيادة ناسبه عندهم هذا الأمر. ومثل ذلك في مس القبول، مس القبول ورد فيه المس باليد، وورد فيه أنه لا ينقض، ورد فيه نقد الحديث فرق بن علي، ورد فيه حديث مسر الأخير، هذا حديث مشهور، ما ورد فيه حديثان متعارضان. المالكية لا يمكن إلا أن يجمعوا بين الحديثين، فقالوا إن مسه بباطن اليد فإنه ينقض لوجود اللذة أو بجانب الإصبع، وإن مسه بما فوق اليد لا ينتقض وضوءه لأن اللذة مفقودة، وتتبعوا اللذة فوجدوها بأنها تناسب النقض في فروع أخرى. هذه بعض أمثلة الجمع بالمناسبة. ما الفرق بين القواعد الأصولية والمسائل الأصولية؟ وهي الأصول قطعية أو نظرية؟ المسألة الأصولية هي التي يبحث لها عن الدليل والبرهان لتقريرها، والقاعدة الأصولية هي التي تستخرج من تلك المسألة. أنا حينما ندرس مثلا الأمر هو مسألة، والمسألة وعندما نصل إلى أن نقرر بأن الأمر الوجوب قررنا المسألة، قررنا القاعدة. إذا تنقرر المسألة ونبحث فيها عن الحكم، فالحكم الذي نحكم به على المسألة الأصولية هو الذي يسمى القاعدة الأصولية. إذن فالعلاقة بينهما علاقة حكم بمحله، مسألة محل والقاعدة حكم. من فضلك أرجو أن تبين أنواع القياس، والقياس الذي يعتمده الأصوليون في تقرير الأحكام الرائعة، القياس باقي ما وصلنا له، احنا باقي في القياس ما زال ما وصلنا له، تسنى دابا احنا غير في الألفاظ. فراسك أن هذا الشخص يكون متسلسل، هل نعتمد هل يمكن أن نعتمد هي جهات يمكن أن نعتمد هي جهات المقاصد على سبحان الله، على عندك الكشف الموبيل في هذا الشيء، على جهات المقاصد لترجيح بعض الأقوال على أخرى إذا عضده دليل آخر على هذا آخر على أو قياس عام أو قياس هذا اكتشف. نعم المقصد، نعم كل حاجة إذا استعملت في محلها ووضعت حيث أدنى الشرع أن توضع فإنه ينتفع بها. نعم نعتمد على المقصد ونرجح به، ولكن بشرط أن يكون الشرع أدين لنا أن نأخذ بذلك المقصد، وبان لنا بأن الشرع رعاه، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا من المسألة نفسها. ما حدود استعمال القواعد المنطقية في أصول الفقه وكذلك الكلامية؟ القواعد المنطقية ما عندهاش علاقة بقواعد الأصول. القواعد المنطقية تستعمل في الحجاج والمناقشة والمباحث التي تكون بين المتكلمين في هذا الفن، ما عندوش علاقة بأصول الفقه. ما كاين شي حاجة سميتها قاعدة منطقية في أصول الفقه. اللي كيكون فيه المنطق هو ذاك الحوار
الذي يقع بين المتحاورين إذا سلكوا مسلك الحجاز ومسلك الاستدلال ومسلك تقويم البراهين. أما أصول الفقه هي مستقلة تماما عن هذا الأمر، ولا يمكن لقاعدة منطقية أن تبنى منها قاعدة أن تبنى على حكم الفقه، ومن ثم فإن الدخول دخول حوار بنا مناقشة. أعطيك مثال، أردنا مثلا أن نعرف، أن مثلا تعريف لأحد الأشياء التي نحتاج إلى تعريفها، كان ستحضروا ما يسمى بالكليات الخمس، كبار القزوات الشيخ المنطقة دون كليات الخمس، نستعملها بالترتيب الذي نستطيعه. كان ذكروا الجنس هو الأول، الجنس هو الأول، نقول مثلا في باب الاستحسان كنقولوا أصل، أصل يعني جبنا الجنس، تنقلبوا على الفصل، إذا لقيناه تنستعملوه تنعرفوه به، ما لقيناه تنستعملوا الخاصة، ما لقيناه تنستعملوا العرض العام. هذا هنا كنتفعوا بالمنطق، كيعاوننا على التحديد والبيان. يمكن أن نقول مثلا الاستحسان دليل شرع بلا ما نتسنى المنطق، ونعرفه بتعريف لغوي، ولكن كنستعملوا هذاك المنطق لما فيه من التدقيق ولما يعيننا به من الضبط، وربما وصلنا إلى حد يمكن أن يفيدنا في الجمع وفي المنع، ونكون قدرنا حدا مفيدا وهنا كنستعملوه. ولا عندما يحتج أحد المخالفين ويحكي لنا قضية من القضايا، تنزن ذاك العبارة اللي قال بالقواعد المنطقية مع الحقيقة الخارجية، كنديروا بينهم تقابل، كنتقابلوا بيناتهم، كنشوفوا واش فعلا هاد الصورة الذهنية مقابلة لهذه العبارة التي ذكرها. إذا لقينا أن هذه مختلة فيها الحظ الأوسط، ولا أن المقدمة الأولى غير مسلمة ولا المقدمة الثانية غير مسلمة باعتبار ما يقتضيه الواقع، سنحكم على كلامه بالسقوط. يعني غير كان تعاونوا به في المناقشات والمباحث وكذا، أما ما عنده علاقة بعلم أصول نهايته. ما وجه استقلال علم الأصول عن الاقتصاد والسياسة؟ واش جمع علم الأصول السياسة والاقتصاد؟ علم الأصول يا أخي هي عوارض الأدلة الشرعية. الاقتصاد والسياسة الذي يشتغل بها هو الفقيه، إذا كان يشتغل بها إلى هذا الله يعطي تسأل السياسة، يستغرق علم الاقتصاد والفقه أحسن، وليس في قاعد الاقتصاد فيه الزحام يشتغل بالفقه صافي. أما السياسة قبها الله، قال ذلك قبها الله وساسة يسوس ما تصرف منهم. على كل حال هذا المسألة ديال علم الأصول هو باش ما كيتأثر شيء، هو علم مستقل، وخطورته أنه ما يمكنش تخضعه، ما يمكن واخا تبغي تخضعه ما يخضعش ليك، حيث المول اللي كيتحكم فيه واللي كيسميتو كله أمور وضعها الشرع، ما يمكن ليكش أنك تحكم فيه، غادي تكذب غادي تبقى تراوغ غادي تمشي مثلا لهنا وتبقى تكذب، ولكن هو صعيب أنك تدير فيه شي أمر. حتى مثلا القواعد الفقهية اللي كيمكن الإنسان يستغلها هكا ولا هكا، كتلقاهم تيديروا لها ضوابط باش ما تلعب بها. وعجيب أمر هذا الدين إذا نظرت في طريق تركيبه وطريقة حفظه بما خصه الله تعالى به من البناء تستغرب. حتى أنا بغيت مثلا ندير شي حاجة في علم الأصول، تقول لي هذا لفظة قراها بقواعد معينة، إذا أردت أن أخرج عن هذا الأمر هذا راه ما عندي فين نمشي، لا يمكن أن يمضى إلا على ذلك السبيل، حتى ولو أردت أن تخرجه ولا تستطيع. هذا أمر سبحان الله العظيم، أنه لا يمكن أن نفصل بين ما هو شرعي وما هو واقعي تنزيلي. الله أكبر، هذا أولا شرعي ولكن لا علاقة له بهذا حتى يكون فقها. الأصول لا يمكن أن تتعلق بالخلق حتى تكون فقها، لأنك ما ذكرنا ونعود نكرره، رغم سير الأصول هي دراسة عوارض الأدلة. أراه ما يمكنش مثلا أنا نمشي ندرس الحديث نقول فيه متواتر، ونقول فيه الأحاد، ونقول فيه المرسال، ونقول فيه منقطع، ونقول فيه معضل، ويقول لي شي واحد هذه خصو تخضغ للواقع. أي واقع؟ واقعنا نحن واقع الدليل. هذا هو معنى أن هذه الأشياء تتعلق بعوارض الأدلة،
وليس بأن عنده علاقة بالناس. متى يكون الدليل الشرعي له علاقة بالناس؟ إذا صار فرقا ملي كيكون حكم وكينزل الواقع، عاد عندئذ يكون واقعيا تنزيليا يتعلق بالأحكام كيولي كتعمل به، ولكن بالطريقة التي تؤدي إلى آخره. استعملتم بعض الرموز مثل مئسي، ما المراد؟ مرجع سابق. هذه الميم هذه معناها مرجع سابق، هذا هو الذي يقصده. كيف نتعرف على المسائل الأصولية التي لم تحرر؟ عاد تعرف المسائل الأصولية وتطلع عليها وتحصلها إن شاء الله غادي تعرف اللي محرر ولا ما محررش. كل شيء محرر الحمد لله، بعد ما كان في الاستعمار. شفت الميلاد هذا ماشي شي فريضة هذيك مسكين فرق لشي وحدين. ما الفرق بين أصول الفقه الشافعي والمالكي؟ إذا وجد هل الفرق مبدأ أساسي أو لا؟ وكيف المقارنة بين المذاهب؟ هو في الحقيقة ما كاين ما كاين شي فروق كبيرة، هي كتكون فروق فقط في بعض العمل في بعض القواعد، هذا يوسع الأخذ بها وهذا لا يوسع الأخذ بها، هذا كيدخل جزئيات كثيرة تحتها للمناسبة، هذا لا يؤخذها كذا. والفرق بينهما فقط في بعض المسائل، مسائل الأصول المشكلة اللي فيها أنها ما كيفرقوهاش باعتبار المذاهب. مسائل الأصول الجزئية ما فيهاش مذاهب. معنى هذا مثلا أنني عادي نفتح مثلا كتاب ديال مسألة أصولية، تنلقى مثلا الأمر للندب. أش غادي نلقى في هذا الأمر للندب؟ في الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية وكذا، في مجموعة منهم كلهم تلقوا هنا. وعندما أذهب إلى مثلا أمر الإباحة باعتبار أنه الأصل، تتلقى عودتني مجموعة من المذاهب الأربعة. تتمشي الأمر للوجوب، تتلقى أيضا المذاهب كلها. علاش؟ لأن تقليل الأصول ما كيطرعاش فيه المذاهب. المسائل الأصولية لا ترعى فيها المذاهب. أش كيطرع فيها؟ القواعد الأصولية التي تستعمل في تحقيق الحكم على العارض أو على وصف العارض في الدليل، ما كيخضعوهاش للمذاهب. متى يكون المذهب هو المستعمل؟ عندما يكون المسائل التي يستعين بها الفقيه في التأثير في تلك الأصول، عاد كيبدا الفقه كتبدا الأمور ديال المذهب. أما في أصول الفقه أنت رجع دابا أي كتاب من أصول كتب الغيب وفتحوا، راه تلقى مثلا في مسألة فيها ثلاثة ديال المالكية، عشرة ديال الشافعية، خمسة ديال الحنابلة، أربعة ديال الحنفية، كلهم يجتمعوا على تقرير هذا الأصل الفقهي، وتمشي المسألة الأخرى وتلقى الأمر الآخر، وهكذا تعلم بأن هذه المسائل لا تخضع للمذاهب من حيث تقرير الأصول، وهذه الكتب تدل على ذلك كما هو معروف. عما هو ضروري منهما؟ أولا فيما يتعلق بعلم المعاني، أنا أقول علم البيان وصافي، لأن علم البيان يجمع الجميع. فيما يتعلق بعلم المعاني نحتاج إليه كثيرا جدا في الفقه، ماشي في الأصول، في الفقه نحتاج إليه كثيرا في الفقه. لماذا؟ لأن النكت التي تكون في التركيب تتعلق بها الأحكام. رأى التركيب اللفظي رأى تتعلق بها الأحكام، ولذلك يجب دراسة هذا العلم لأخذ العلم من هذه الجهة. أنا مثلا أخذت من جهة اللغة مزيان، أردت أن أخذ من جهة علم البيان، يجب علي أن أعرف النكات التي ترد في هذه الجهة. مثلا إذا ابتدأ الشرع بالنكرة، على ما هي فوائده؟ إذا ابتدأ بالمعرفة، إذا قدم المفعول على الفعل، إذا قدم الظرف على المتعلق، ما هي الفوائد العلمية التي هذا كله وارد في كتاب الله وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن للمرء مثلا أن يستفيد على الوجه المطلوب من هذه النصوص الشرعية بدون أن يعلم أسرار هذا الكلام؟ وأن يعلم النكت التي تؤخذ، يعني المعاني التي تؤخذ من هذه التراكيب؟ هذا لا بد منه ولا يمكن. ولذلك تجد أكثر الناس علما بالشريعة هم أعلامهم بلسان العرب. واللي قال لك بأن لسان العرب لا نحتاج إليه، وأننا نقتصر فقط على ما هو متداول وما هو معروف، هذا ليس صحيحا أبدا. ضروري
أن تعطي للطالب مثلا فتقول له الله سبحانه وتعالى استعمل هنا إن الذين كفروا، أريد أن تستخرج لي الفوائد الذين كفروا اسم الموصول ويقرأ عليك الفوائد، تقول لي واخا هذه هي الفوائد ديال اسم الموصول، ما هو المترجح عندك هنا في هذا اللفظ بالذات؟ يقول لك المترجح عندي كذا بقرينة كذا. الحمد لله الرجل يستقي من علم البيان، يستقي من علم البيان، ذاك يستقي. ولا أن تقدم له مثلا مفعولا وتؤخر له الفعل، مثلا زيدا أكرم، تقول لي شنو المقصود من هذا الذي خيرا افعل مثلا، استخرج لي النكات التي تحت هذا التركيب فإننا نحتاج أن نستفيد منها ما تحتها، نقول عربيا وبد أن نستفيد من هذه الجهة والبيان من لغة العرب المعاني من لغة العرب دعونا نستفيد. تيخرجوا يخرج لك هذاك الشيء تقول لك ما في معنى كذا 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 والراجع عندي كذا، تقول استفاد الرجل واستقى من علم المعاني ومن علم البيان، وهذا يعول عليه في فهم النصوص الشرعية من جهة التركيب، من جهة تركيب الكلام مع الكلام. أنا راه ماشي سهل أن يكون الكلام أنت كتاخذه من جهة اللغة وكتنسى من جهة البيان وكتنسى من جهة المعاني، هذا راه ما يمكن أن نصل إلى المراد في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدراسة هذا العلم. ولهذا هذا الأمر هذا خصوه هو تكوين، وتكوينه يكون بطريقتين، المادة والاستعمال، المادة والاستعمال ومحاسبة بعد الاستعمال. دابا كتكتب كتقول طلب كتبوا الإنشاء، أنا قريت الحمد لله دابا راكم قريتوا الجوهر، قريتوا راه استفدتوا الحمد لله من التلخيص، إوا كتبوا لنا شي بركة ديال الإنشاء مع المحافظة على تلك القواعد التي تعلمتموها، عطيو لنا شي حاجة. هو يكتب وكيكتب لك شي أخبار السوق ولا شي حاجة ولا بحال داك الشيء اللي شاف، ما فيها بأس، الموضوع كما كان مزيان، ولكن تتوقف تقول لي هذه الكلمة التي ذكرتها هنا راه تفيد الأمر الفلاني والأمر الفلاني، أتقصده؟ تقول لا أقصده، واللي هو راه الكلام ديالك يتضمنه، راه هذه التركيب اللي درتي راه فيه هذه المعاني، تقول ما كنقصد هذا الشيء، واش هذه الكلمة عطات هذه المعاني؟ تقول لي نعم، إذا راه ما تعرفش التركيب، ما تعرفش المعاني ديال التركيب، وهذا راه مضر وما فيه حتى شيء، وما خصوش التربيب يبقى هكا، خاصو يكتب ويعرض. ولا تسول ماذا تقصد في هذه اللفظة، أقصد فيها كذا وكذا 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 إلى آخره. وغير ذلك من الأمور التي لا تظهر لنا إلا حطينا المكتوبات، حطينا المكتوبات يعني النصوص التي يكتبها الناس ونلاحظها ونشوفها وتقف على هذه الأمور التي ترشد الطالب إلى ما يجب عليه أن يبحث عنه وما يجب أن يطلبه، وهناك تكون ديك الملكات العلمية إن شاء الله تعالى كتنمى بهذه الطريقة. وهناك تعرف دابا اش غادي نوصل لهنا، حنا ما مشينا حتى في شي طريق، لا ندرس علم البلاغة على الوجه المطلوب، ولا ندرس علم الفقه على الوجه المطلوب، ولا ندرس علم الأصول على الوجه المطلوب. وإذا نحن ذهبنا ننظر نجد أنفسنا اشتغلنا بالأوهام، اشتغلنا بالتفاهات، اشتغلنا بأمور لا معنى لها. يكفي مثلا أن يخرج إنسان في أحد المؤسسات ويقول النسخ لا وجود له، وقد يتغلى النسخ لا وجود له، يا قوم اجمعوا رحمكم الله فإن النسخ لا وجود له، قال فلان، ويشتغلون سنة كاملة النسخ موجود أو غير موجود، أسنو قال فيه فلان، رده فلان، وكتب فيه فلان. هذه المسألة الآن حسم فيها الأمر، ولكن تجدر من أجل أن لا نستفيد شيئا. لماذا لا يقع التكوين في علم البلاغة؟ علم يوقع طلب التكوين في علم البلاغة، هذه المسائل عملية ونافعة، ويمكن لكل من تمرس في هذا العلم أن يكون له قدرة على إبراز ما في صدره والقدرة على البيان. راه كاين بزاف ديال العلماء عندنا في البلاد وفي غير البلاد، راه حصلوا المواد العلمية على الوجه المعتبر، ولكن المشكلة أنه لا يستطيع أن يصرف ذلك العلوم إلى الكلمات وإلى التركيب المؤثرة، ما يقدرش. علاش؟ لم يمارس هذا الأمر بالطريقة التي توصله إلى هذا الغرض. واش
دابا إنسان يعجز أن يكتب مقالة وهو يدرس العلم طول حياته ثم يجد عانة في أن يصور ما في قلبه، هذا أمر يجب على الذين لديهم غيرة على علوم الشريعة أن يعتنوا بهذا الأمر وأن ينقذوا الشباب من هذا الأمر فإنه ضروري. هل القياس العكس من الأدلة النصية أم لا تثبت بها؟ هذا المسجد القياس هنخلوها تنزلوا لها مسجد القياس. القياس فيه كلام طويل، من المعلومة أنه تتحرك ضمن مجال الأحكام الشرعية العملية. فقط السؤال: النص القرآني يمتد ليشمل الجانب العملي والعلمي بل والسنن الكونية والنفسية والتاريخية والحضارية، بل هناك أصول خاصة للتفسير، علما أن أصول الفقه لا يتجاوز دائرة الأحكام الشرعية العملية. المرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا بمادة تستبدل كلمة نموذجا مثلا. واضح مثلا واضح ندير لها مثلا. القرآن لا فيه مثلا، صافي لغة القرآن بسيطة. جاوبنا على هذا الأخير. أصول التفسير هذه مسألة، نعم توجد أصول للتفسير. أصول التفسير هي القواعد التي يجب أن تستحضر حينما يتعلق الأمر بالحمل لللفظ الشرعي على المراد به. ولكن أرى التفسير فيه نصوص مختلفة، فيها نصوص تتعلق بالأحكام، هذه راه كتكون فيها أصول الفقه، فيها نصوص تتعلق بعلوم أخرى، ما تتعلق بعلوم أخرى كل مسألة منها تتعلق بذلك العلم. مثلا كان هذه المسألة عندها علاقة بعلوم القرآن راه كتكون علوم القرآن. إذا كان مثلا فيها ما يتعلق بالعلوم التي تتعلق بالعقيدة تستحضر هذه الأصول. القرآن كتاب فيه آيات مختلفة المواضع، فلا بد أن يكون لكل موضوع كل آية في موضوعها الأصول التي يصار عليها. أضف إلى ذلك الأصول التي هي العمل بأقوال السلف واستحضار بعض خصائص القرآن وما يسمى بالمعجم بمعجم القرآن وخصائص ألفاظه والحدود الحقيقية للألفاظ إلى غير ذلك من الأمور التي يطول حصرها في هذا الباب. متى من تحصيل الفائدة أكثر؟ لقد ذكرتم خلال عرضكم أن الدليل بنفسه يفيد من غير حاجة لما يجعله دليلا، كيف ذلك؟ الدليل الذي يفيد بنفسه هو كلام الله، وما سواه فإنه لا يكون دليلا بنفسه في الحقيقة، وإنما الذي يجعله دليلا هو كلام الله. ولذلك فإذا أردنا أن نجعل السنة مثلا حجة لابد أن يكون ذلك الأمر مأخوذا من القرآن وقد حصل، وإذا أردنا أن نجعل الإجماع حجة فلا بد من الاعتماد على آية القرآن. وكذلك أيضا إذا أردنا أن نجعل حجية القياس فلا بد في ذلك من القرآن أو من السنة أو ما يشبههما. هذا هو المعنى الدليل بنفسه وغيره. نرجو من الشيوخ الكرام يدلون على الكتاب المدروس قبل الدورة لقراءته على مكت، لكي تكون هذه الدورة ناجحة أكثر من تمكين الطلبة من تحصيل الفائدة أكثر. يدلون كذلك على المرجحات وكيف يتمكن الطالب من درايتها. أوزكم الأخيرا ما يتعلق بكتاب هذا علاقة به، كيف مسألة أخرى هو كيف يتمكن من المرجحات. المرجحات هذه ستجد في كل مسألة، هذه المرجحات في كل مسألة كتقرأها تلقى المرجحات. ودائما إذا كنت تراقب إذا كنت تراقب هذه المسائل فستجد فيها أن الذي ترجح يكون أكثر قوة على الآخر. مثلا قلنا بأن عمل الصحابة وفهم الصحابة إذا كان في مضان الدنية فهو من المرجحات، إن لم يكن موجودا فاللغة العربية والوضع العربي قد يكون من المرجحات، ولكن كل ذلك بحسب المسألة. منهج الظاهرية عند تعرض الأدلة في الترجيح وهم ينظرون للدليل كما أسفت من جهة واحدة. الظاهرية عندهم في الترجيح بين الأدلة منهجا ذكره ابن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام. أولا هم التعرض عندهم قليل، التعرض عندهم قليل لأن التعرض يكون عندهم فقط بين النصوص، ما عندهم التعرض بين النص والقاعدة، ما عندهم بين المناطات لأنهم لا يقولون بالقياس
عندهم فقط واحد نوع من التعارض هو التعارض بين الأدلة النصية، وأغلب هذه الأدلة التي تعتبر متعارضة ابن حزم جعلها بأنها من باب تعدد الأحوال، وراء عنده واحد المنهج في كتابه الأحكام تحدث فيه عن هذه المسألة ورد كل هذه الأشياء التي تقول بأن فيها تعارض وفيها النسخ وفيها كذا، ردها إلى هذه الجهة. وأما ما دل دليل على أنه راجح بأحد المرجحات عنده فهو يرجح كسائر العلماء. هل الجرح والتعديل من علم الأصول؟ لا، ما عندوش علاقة بعلم الأصول، هذا من علم الحديث. كيف نرد بهذا العلم على من يقول بالكتاب فقط دون السنة؟ هذا يرده كثير من الأدلة. أولا أن البيان موكول للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله تعالى أمرنا أن نتبع نبيه فيما أمرنا به وفيما قال، ثم إن السنة أمر الله سبحانه وتعالى أن يفسر بها كتابه، وما أمر الله تعالى به فيجب التمسك به، وهؤلاء لنا معهم مقاصد. هل الفساد العقيدة أثر في فساد القواعد والأصول؟ ماذا تقصد بفساد العقيدة؟ لا عنده فساد العقيدة. إذا كان يقصد فساد العقيدة أنه كافر، ما يمكنش أنه يعتبر القواعد والأصول، هو أصلا تعرف شيء غير لعب وله، ويقول لك هذه العقيدة كاع ما كاينه، كيفاش غيكون ما تفرع عنها؟ إذا كان المقصود بفساد العقيدة أن الرجل قد يكون مبتدعا وكذا، فلا. أن كثيرا من هؤلاء الذين يتكلمون في هذا العلم لديهم بعض العقائد، ولكن ذلك لم يخرجهم عن قبول نظرهم إذا انضبطوا بالحدود. توضيحا بخصوص مسألة الترك، هل يصح دليلا شرعيا مطلقا ومن رجع في المسألة؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة سنذكرها غدا إن شاء الله عند ذكر المطلق، سنقف عليها إن شاء الله. قرأت كتاب الورقات ومذكرة في أصول فيه وأصول في عبد الوهاب خلاف وغيره، ولا أستطيع التطبيق، فما العمل؟ يعني هذه المسألة هذه دابا تطبيق، ما معنى التطبيق؟ إذا كنت المقصود بها أن تجلب الأمثلة لتنزل على القواعد فهذا أمر سهل. أنا غنقول لك مثلا قريت الأمر، غادي تمشي إلى كتب الفقه وتخرج منها الواجبات، الواجبات في باب الصلاة، الواجبات في باب الوضوء، الواجبات في باب الحج، وتحطها في الورقة وتقلب على الأدلة التي فيها وشوف الأحاديث التي ثبتت، وجمع هذه المجموعة من الأحاديث وشوف هذاك الأمر اللي فيها ونزل عليه القاعدة الأمر للوجوب. سهلة، ما تحتاج قاعدة تمرد رأسك، ولا قريتي كذلك النهي بنفس الطريق وهكذا إلى آخر ما هنالك. مسألة ما فيهاش صعوبة. ما هي الكتب التي يرجع إليها الطالب في قيام مسألة الجمع بالمناسبة؟ هذا موجود في كتب المالكية ومنهم قاضي عبد الوهاب وغيرهم من كتب المتقدمين كالمزاري، ارجع إلى كتاب التلقين وشروحه. نود لو تقترحون مسارا لطالب هذا العلم يعتمد التدرج من الورقات وشروحها منهاجا علميا للطلب. نعم، أنا هذه المسائل هذه دابا في الإثبات، هذا القسم الثاني، هذا الشطر الثاني من الأصول. دابا الشطر الأول قلنا في حصر الأدلة، هذا الشطر الثاني، وهذا الشطر الثاني يمكن تعتمد على الورقات، ولكن ما بقاهاش في الورقات. كيف تقرأ هذه الورقات؟ كيفاش كتقرأها؟ يعني شنو هي الطريقة باش كتبنى المعرفة؟ شنو هي الطريقة باش كتسمع الدرس؟ شنو هي الطريقة شنو الغرض ديال هذاك المدرس؟ واش الغرض ديال المدرس أنه يبني وعنده شي حاجة في نفسه أرادها، ولا مراده فقط أن يسرد الكلام وينتهي من عمله ولا علاقة له بأي شيء سوى يسرد الكلام ويمشي في حالته؟ ثم إذا بغينا مثلا نشوفوا، أنا ماشي الكتب هي اللي فيها المشكل، أي كتاب يمكن ينتفع به الإنسان، ولكن المقصود هو أن هذا المرء هذا راي يلاقن معلومات وقواعد مقصودة، راه مقصودة، راه تيقصدوا باش يثبتوا فيه في دماغه وعقله امورا معينه، هذا هو المراد. راه ملي كيركز على شي حاجه راه هذاك الامر راه مقصود، وغرضه به ما سيكون عليه من اثار في تركيب عقله. ومن هنا كتلقى مثلا ان احنا مثلا مشينا مثلا عند امام الحرمين الجويني وجلسنا معاه وقلنا له بغينا نقراو هذه الماده، راه كيعرف شنو غايدير، راه بانه بحكم المستوى بحكم داك الشيء دوك حكم كذا، راه غيعرف شنو غايدير لنا، راه غيعرف شنو خاصو يزرعو وشنو ما يقولو وشنو هي اهم شيء اللي غايزرع. غتقول لي هذه المسائل يقول لك بلاش،
وراه عارف شنو كيعطي، ومن بعد راه تيحيل على ما يسمى بالإطمار في الأذهان كما قال الجواني كما قال ابن البرهان. شنو الفرق بين العموم والمطلق؟ هذا غادي ندرسو غدا، راه باقي ما وصلنا ليه، ما ذكرناش المطلق والعام. الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى، لا فرق بينهما. الفتوى هو فعل بشري، والحكم الشرعي هو حكم الله. مثلا يجب تجيب الصلاة حكم شرعي، وأن تقول للإنسان صلي فإن الصلاة واجبة، أو سألك فقال هل الصلاة واجبة فتقول له واجبة، هذه هي الفتوى. إذن الفتوى فعل بشري، والحكم متقرب من الفرق بين نسخ الحكم وتغيره. نسخ الحكم معنى رفعه، وتغيره هو نفسه، ولكن الحكم لا يتغير إلا إذا تغير بالنسخ. الحكم ما كيتغيرش إلا إذا تغير بالنسخ، ولهذا فحكم الله تعالى كلمته الأزلية. معالم أصول فقه دار السنة والجماعة لجزانين، ما هادشي دابا ديال سميتو ديال النوع من الانحجار، ونوع من الكفاف، ونوع من كذا، هذا مسلك غير سديد. هذا ماشي هذا هو المطلوب في علوم كهذا. أنا راه ما كنقراش علم الأصول لأنني غادي لواحد المذهب، أنا راه كنقرا علوم الأصول ديال المسلمين عموما. هاد الكتب هادي راه فيها بزاف ديال الثغرات، فيها بزاف ديال المقاصد غير المسلمة. ما راك يكون في بعض المصولين المعاصرين كالزرقار جيزاني وثناء الله الزاهدي وأبي زهرة وعبد الوهاب خلف. ما رأيي ما عندي حتى الزرقا هذا فقيه حنبلي حنفي، هو فقيه معروف متمرس في فقه الحنفية. هذا يزوره بعض الكتب التي كتبها في الفقه، يعني الجيزاني ما كنعرفوش. ثناء الله الزاهدي هذا عالم حنفي، له كتب اختصره من بعض كتب الحنفية وكتبه صغير. أبي زهرة هذا عالم، هذا عالم متمرس في الفقه، وهو من الفقهاء المعتبرين في زمنه. عبد الوهاب خلاف لا أعلم عنه إلا أنه جمع بين القانون وقيل والفقه في كتابه، هذا الشيء كنعرف عليه. أما مستوى المعرفة إن الله أعلم بحاله، ما كنعرف شيء. ومن الكتاب الذي تنصحون به من المؤلفات المعاصرة في أصول الفقه؟ هي كتب معاصرة، هي كتب مدرسية. احنا كنقولوا احسن يقرأ الإنسان الكتب القديمة، من الأحسن الإنسان يحفظ شي منظومة يقرأها، فمنظومة دلنا مثلا ابن عاصم ولا ابن عاصم ولا يحفظ كوكب الساطيع ويدرسوا بشروحه أحسن. أولا احنا في هذا العصر نحتاج نحصل المادة نحفظه إذا كان ممكن، وإن كان الإنسان لا يستطيع الحفظ وما يقدرش يحفظ كذا، يقرأ مثلا كتاب جمع الجوامع إذا كان ممكن. يكثر عند الأصوليين استعمال التكليف في الإثبات، مع أن هذا الاستعمال لم يرد الشرع إلا في معرض النفي، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما الجواب؟ الجواب أن النفي فرع الإثبات، إلا يمكن أن يكون النفي عند العربي يدخل ينفى إلا إذا كان ثابتا، وبذلك فإن كل ما نفي يحكم بثبوته. الله تعالى لا يكلف هذه الكلمة، وإن كانت لم ترد في القرآن بهذا المعنى فإنها وردت في لغة العربي بهذا المعنى، ولذلك فهم غير ملزمين بمصطلحات القرآن دائما. قلت ما راكم في تعارض الدنون يرجع بعمل الصحابة وفقه الصحابة، وإذا اختلف فقه الصحابة يرجع فيما بينهم وذو الترجع. نعم، إذا اختلفوا في هذه المسألة فإنه حينئذ يصير في المسألة مذهبان، وحينئذ يحق لكل إنسان أن يعتبر أن هذا الأمر. ذكرتم أمثلة توضح مسلك تخريج الفروع القواعد الأصول الفقهية، أريد فضلكم ترشيد إلى كتب من سبب البحثية من جهة التنظير ومن جهة التطبيق العملي. ارجع إلى كتاب شرح التلقين للإمام المازري، وارجع إلى كتاب بداية المجتهد، وارجع إلى كتاب نعم ولا تبصير للخمي، فهذه كلها تنفع في هذا الباب إن شاء الله. في دبت المباحث والسبوت كل ملكة بعد فهم الشيخ ذكرت من الكتب المهمة والضريف كل مرحلة من تكون أسوي التدريج والإلزام. يبدأ بكتب المسائل، ثم بكتب التنزيل، ثم بكتب الملكات على الطريقة التي ذكرناها البارحة. من يقول إن النهي يقتضي الفساد قم منه بأربعة مسائل عينه، هذا مذهب الحنفية، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل إن يسر الله ذلك. في محاولة الحدثين في عدد تفسير من أنفسهم وتغييبه من النصوص، ما رأيك في تقديم الإمام الطواف المصلحة على النص؟ ألا يمكن أن يكون هذا مرشعا أساسا لبعض الحدثين والعلمانيين
لتخطي النصوص، هل القياس المنطقي وسيلة النتائج الصحيحة بالنسبة للأخ والحاج في العلم العامي؟ فيما ولم طوفي هذا لم يقدم المصلحة على الناس، ثم إن الطوفي أصلا ليس حجة، وإذا كنا نبحث في كل من قال قولا فما أكثر ما قيل في التاريخ الإسلامي من الطوائف والمذاهب كذا. المهم أن هذا ليس حجة ولا يعتد به، والمسائل المصلحة التي ذكرها هو الطوفي أيضا مختلف فيها، والتفاسير متعددة وما كتب عليه كثير، فلم يتخلص لنا في هذا الأمر شيئا يمكن القياس المنطقي والمسحس. على حسب إذا كانت المقدمة صحيحة فالنتيجة تكون صحيحة. الخبر يفيد العلم والعمل إذا حفته القرائن. نعم هذا متفق عليه، أن خبر الوحي إذا حفته القرائن يوصل إلى العلم. ما هي الأصول التي اعتمدها كل من المالكية والشافعية والحنابلة في قول بعدم زكاة الخضروات بلغت ما بلغت؟ هذه مسألة ما فيهاش أصول، فيها غير أصل واحد، وهو أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الزكاة من الخضروات، وكانت الزكاة موجودة في المدينة ولم يأمر بالزكاة فيها، وكان الناس يملكون هناك بعض لبسات، ولكن لم يأمر بذلك، فلذلك لم تثبت فيها الزكاة، لأن أحكام الشرعية تثبت إلا بنقل. ما هو توصيلكم لمسألة التصوير الفوتوغرافي؟ المسألة فيها تفصيل، هي مسائل فقهية. التصوير الفوتوغرافي إن احتاج إليه كان للحاجة فجائز، وإلا فإن توقيه أفضل وأحسن، وهذا هو الذي يترجع في هذه المسألة. والله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على جهدك وصبرك معنا في هذه الجلسات المتتابعة. نسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يحفظكم وأن يمد في عمركم. وفي نهاية هذه الجلسة نتوجه بالشكر إلى كل من اجتهد بإقامة هذا العمل، ونسأل الله تعالى يتقبل من الجميع وأن يثيبكم أيضا على صبركم وتجسمكم يعني الجلوس في هذه الجلسات المتتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. وأؤكد من جديد على التوقيت غدا، يعني وإن كان غادي تمد الساعة نبقاو حنا على التوقيت القديم على الساعة 9 إن شاء الله تعالى. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.